لوغوس تي في. أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا في يوم نقدر نقول عليه يوم تاريخي في تاريخ مصر. نقدر عليه يوم نقول يوم من أصعب الأيام اللي مصر مرت بيها، مع أنه كان مفروض يكون من أجمل الأيام اللي مصر بتعيشها. مفروض يكون يوم إعلان الحرية فعلا من عدو حاول أن هو يسيطر وحاول أن هو يغتصب أرض ما هياش ملكه، أرض لا يؤمن بمبدأ المواطنة فيها ولا بيؤمن بمبدأ أن يكون فيها ديمقراطية ولا حرية. اليوم اللي كان مفروض مصر تبقى سعيدة كلها فيه ومبتهجة جدا فيه لإعلان انتصارها على قوى شريرة بتحاول أن هي تدمر وتخرب وتقتل وتنهب وتعمل كل حاجة ممكن نقدر أن احنا نتخيلها. للأسف اليوم اللي كان مفروض نفرح فيه ده اتحول فيه لبعض أو الكثير، مش هقدر أقول البعض، الكثير من الألم، الكثير من التعب. صحيح هو التعب والألم ما هواش جديد علينا، صحيح هو التعب والألم شيء دايما متابع كده لشعب ربنا في كل مراحل حياته. صحيح هو التعب والألم هو أصبح جزء أو سمة لأي حاجة تحصل في أي حدث، يبقى على طول كبش الفداء دايما اللي بيقدم أكبر كم من التضحيات وأكبر كم من الضيقات وبيعاني منها هم دايما الأقباط اللي بيدفعوا أكبر تمن. صحيح كل مصر بتدفع تمن وتمن كبير، صحيح في ناس كتير النهاردة استشهدت من الجيش أو من الشعب المصري. الشعب أقدر أقول عليه جزء كبير جدا منه جزء مخدوع، وأقدر أقول عليه جزء تاني منه هو كان سبب أساسي في التدمير وفي الخراب اللي بيحصل دلوقتي حاليا في مصر. الحقيقة اليوم الدامي اللي موجود في مصر النهاردة، اليوم اللي بيشهد فيه احتراق عدد كبير جدا من الكنائس خصوصا في الجزء الجنوبي من مصر أو في الجزء بتاع الصعيد بتاع مصر، الحقيقة كان أكتر مشاهد بتحزن الإنسان في اليوم ده اللي كان مفروض أن هو يكون فيه سر فرح. الحقيقة يمكن أنا كان موضوعنا المرة اللي فاتت مع سيدنا كنا بنتكلم على الكنيسة الغالبة أو المرأة المتسربلة بالشمس اللي هي كانت الكنيسة، واتكلمنا على فكرة كانت رئيسية في سفر الرؤيا إصحاح 12 عن فكرة سقوط الشيطان اللي له أكتر من معنى أو له أكتر من مرة. المرة اللي الشيطان انطرح فيها من السماء بعد محاولته للتكبر أو محاولته أنه هو ياخد كرسي الله أو يضع كراسيه فوق كرسي الله ويصير مثل العلي، ويمكن المرة التانية اللي الشيطان اتهزم فيها اللي هي وقت الصليب اللي ربنا قال عليها رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، وقلنا المرة التالتة خالص اللي هيهزم فيها الشيطان ويطرح فيها هي هتكون في الآخر في الدينونة اللي يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. حقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الكنيسة اللي راح فيها الشيطان ده علشان يحارب المرأة اللي قلنا انها بترمز للكنيسة، راح عشان يصنع معها حرب ويقول بالذات في الإصحاح ده ان هو نزل وبه غضب عظيم عالما ان له زمانا قليلا. الحقيقة الصورة دي لما في الأحداث بتاعة النهاردة كانت دايرة في ذهني جدا، نفس الكلام اللي كنا بنتكلم عنه المرة اللي فاتت عن الشيطان، لأن الواحد كان النهاردة بيشوف أفعال شيطانية، أفعال كلها عبارة عن خراب وقتل ودمار، وإحنا متفقين من زمان قوي أن الشيطان هو كده، صفاته كده، أن هو قتالا للناس منذ البدء. الحقيقة النهاردة منظر الكنائس اللي كانت بتحرق يمكن إحنا شايفينها بعين متألمة، شايفينها بعين صعبان علينا كنائسنا، لكن يمكن برضو زي ما احنا كنا بنقول المرة اللي فاتت على الآية الجميلة
اللي ربنا بيبص على الكنيسة فيها يقول: من هذه الطالعة من البرية كعمود من دخان معطرة بالمر واللبان. حقيقة النهاردة وأنا بتفرج على المشاهد بتاعت حرق الكنائس أو أنا بشوف الصور بتاعتها، كان قدامي الصورة دي ازاي ربنا شايفها، مش ازاي احنا شايفينها من الأرض. احنا شايفين من الأرض كنيسة بتتحرق، لكن ربنا باصص عليها من فوق، الكنيسة الصاعدة مثل عمود من دخان، كأن الدخان اللي طالع منها ده ربنا شايفه، بس لقيه ان هو مش دخان عادي، مش دخان زي اي حاجة بتتحرق، لا ده معطر بالمر واللبان. المر اللي هو رمز الألم، واللبان رمز للصلوات ورمز للعبادة. فاحتراق الكنائس النهاردة كأن ربنا باصص عليها كده وبيقول: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان. حقيقة يوم صعب جدا، ومش قادرة أقول إنه هو خلص لغاية كده، يمكن في توقعات، يمكن بحاجات فيها مزيد من العنف، فيها مزيد من المحاولات التدمير، لكن معلش احنا عارفين إن هو عالما أن له زمانا قليلا، عشان كده هما بيحاولوا يعملوا آخر محاولات كده عندهم عشان عارفين إن لهم زمان قليل. حقيقة أنا اسمحولي هرحب بضيفي النهاردة، وبعدين هقرأ لحضراتكم حاجة مهمة أحب إن احنا نتشارك فيها مع بعض. اسمحولي بس أرحب في بداية لقائنا بأستاذ شكري بستوروس، طبعا غني عن التعريف وحضراتكم عارفينه كلكم. أستاذ شكري أهلا وسهلا بحضرتك، يعني كنت أهلا أتمنى بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ شكري، كنت أتمنى إن احنا يكون لقائنا النهاردة عن يعني إزاي أخيرا تحررنا من كل بواقي الطغيان والقتل والتدمير، لكن أحيانا يعني بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن في بعض الأوقات زي ما بيقولوا يعني، بس معلش ربنا كبير. الحرية مش ببلاش، بالظبط الحرية ليها ثمن الحرية ليها ثمن، ولازم ندفع الثمن، ما يجراش حاجة. السيد المسيح عشان يحررنا من سلطان إبليس دفع دمه على الصليب من أجلنا، ثمن غالي جدا يعني، مهما دفعنا مش هيساوي حاجة طبعا. فلابد ان احنا نتقبل ما حدث و تبقى قلوبنا مليانة بالرجاء، لأن الحقيقة انكشف كثير من المستور خلال السنين اللي فاتت، مش بس السنة اللي فاتت، عن إرهاب الجماعات الإسلامية اللي أولها طبعا الإخوان المسلمين. هنتكلم عنها، بس اسمحي حضرتك في البداية، واسمحوا لي تفضل. أحبائنا، نيافة الأنباس رابين أصدر بيان، هو بعد شوية هيفضل يقرر أو منكم هيتحط على السايت بتاع قناة لوجوس، بس اسمحوا لي إن أنا أشارككم بيه، يعني بيان بخصوص الأحداث اللي بتحصل. بيقول سيدنا: نتابع الأحداث الجارية في بلادنا الحبيبة مصر بقلوب مرفوعة بالصلاة لإلهنا الحبيب، أن يتحنن الله على شعب مصر الحبيبة ويرفع عنه غمة الإرهاب واعتداءات الإرهابيين. إننا ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الناس الأبرياء والكنائس والأديرة والمدارس المسيحية وممتلكات المسيحيين. إن ما يحدث ضد الأبرياء الأقباط هو نتيجة لمعاناة الأقباط لعقود كثيرة من خطاب الكراهية والتحريض ضدهم، والاعتداءات المتكررة على أرواحهم وكنائسهم وممتلكاتهم، مع عجز الحكومات المتعاقبة أن توفر لهم الأمن والأمان وحقوق المواطنة. إننا نثق في إلهنا القوي الذي يدافع عن المظلومين وينتقم لهم. إننا نثق أن بلادنا مصر بتاريخها العريق قادرة أن تجتاز هذه المحنة. إننا نثق أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه قادر أن يتكاتف ضد قوى الشر الإرهابية. إنني أطلب من جميع أبناء الكنيسة أن نتحد جميعا في الصلاة والصوم في هذه الأيام المباركة التي تحمل اسم أمنا الحنونة والشفيعة الأمينة العذراء أم النور. إننا علينا أن نعبر عن إدانتنا ورفضنا للظلم الواقع على أحبائنا في مصر بكل الوسائل السلمية والقانونية في مجتمعنا الأمريكي الذي تصل له صورة غير متكاملة وأحيانا غير حقيقية عن عنف الجماعات الإرهابية ضد الأبرياء خاصة الأقباط. على كل واحد منكم مسؤولية أن يشهد للحق ويفضح الظلم والشر. نصلي لأجل سلام مصر وشعبها، واثقين في عمل إلهنا القوي
الذي بارك شعب مصر، نيافة الأنبا ثرابيون أسقف لوس أنجلوس. الحقيقة يعني بيان معبر عن المعاناة اللي مش اللي هي فعلا ما هياش جديدة، واللي هي مش منظر لأول مرة بنشوفه. الأحداث المتكررة اللي ناتجة عن عقود كتيرة قوي من الظلم المتراكم، وفي كل مرة من مرات الظلم دي مفيش الحق كان بيرجع، وما زلنا الحق طبعا مفقود في هذه الغابة. لأن أنا حاسة إن التصرفات اللي بتحصل دي وكأنها تصرفات ناس عايشة في غابة، مش ناس عايشة في مجتمع إنساني كده حواليها ناس تانية فيها تعايش كده بشر مع بشر. لا، النهاردة اللي يشوف الطرق الوحشية بتاعة القتل يحس إن دول بشر، يعني فيهم الطبيعة البشرية العادية. يعني شفتها إزاي يا أستاذ شكري؟ يعني هو وضع طبيعي ان الارهابيين لديهم قدر كبير من الخلل النفسي والعقلي. الناس اللي بيمارسوا التعصب عموما والمتطرفين عموما لديهم قدر كبير من الخلل النفسي، اللي قد يكون ايضا الخلل العقلي، خاصة لما يرتكز على اسس دينية فيرى ان هو يمتلك الحق المطلق. يعني ربما نقول ان النازيزم، النازية او الفاشية انظمة بش او الشيوعية انظمة بشرية قابلة للنقد، لكن ازاي تنقضي النص مقدس او تنقضي آية او تنقضي تفسيرات معينة هم بيروها مقدسة؟ فهو بيسلك بناء على هذه وبيعتبر ان هو بيرضي ربنا. فالحقيقة في فيديوهات صعبة، يمكن يصعب ان احنا نعرضها في قناة بالظبط. لوجوس، تمثيل بالجثث مش بس قتل. نعم. يعني ده يدل على قد ايه الناس دي بتعاني من مشاكل داخلية، تحتاج اولا تحتاج انها تتلم. لابد ان الدولة المصرية يبقى لها يد عليا ويد قوية تجاه هذا الارهاب، لان احنا لو استمر الحال على كده هنبقى دولة فاشلة، هنبقى زي الصومال. زي طبعا لا قدر الله، واحنا نشكر الله الحكومة، يعني وان كنت انا انتقدتها في الاسبوع اللي فات ده بشدة بسبب تراخيها، لكن يبدو ان يعني الصبر نفذ ويبتدي ايد الحكومة تتشد. والحقيقة انا بشجع الشرطة أثني على أدائها، لأنها بتواجه أخطار كثيرة جدا جدا جدا. راح منهم النهارده يعني لغايه من شويه كان حوالي 43 شهيد. يعني طبعا ربنا يرحم هؤلاء الشهداء ويصبر أهاليهم. وعمل بطولي، يعني الحقيقة اللي بيتعمل دلوقتي عمل بطولي نرجو، خصوصا إن هما بيهاجموا الأقسام نفسها. بالظبط. نرجو ان بناء على حظر التجول اللي اتعمل في مصر نرجو ان الامور تتلم سريعا، يعني وتبقى الفترة الباقية لان البلد تتمسك وتقع تحت ادارة مركزية مرة اخرى، ما تكونش مدة طويلة. لكن زي ما حضرتك بتقولي هؤلاء الناس هم اشبه بالوحوش، هم يعني يحتاجوا إلى إعادة تأهيل نفسي وعقلي عشان يرجعوا لإنسانيتهم. هم على الحقيقة كان يعني كتير كنا بنقول إن هم محتاجين لتأهيل قبل ما ينخرطوا كده في العمل السياسي أو يدخلوا في وسط المجتمع بعد الفترات الكبت والفترات السجون اللي قضوا فيها سنين كتير من حياتهم. وأظن دلوقتي ما حدش يقدر يقول إن كانت السنين دي ظلماً، والسنين دي ما كانتش نوع من انواع حكومات معينه او سياسات معينه بتحاول انها تقوض العمل بتاعهم. لا، لان كشف متهيألي دلوقتي بقى اصبح للي ما كانش عايز يفهم واللي ما كانش بيحاول ان هو يفهم، متهيألي الموضوع كشف قوي ان الناس دي كانت لما كانت قبل كده بتسجن كانت بتسجن عن حق، لان كان معروف الخطر اللي هم بيقوموا بيه، وكان معروف التخطيطات اللي هم بيدبروا ليها زي ما احنا شايفين كده. يعني عايز مش دلوقتي، مش اتفضل. النهارده ظهر الطرف الثالث برضو. يعني السيناريو اللي حصل ايام 25 يناير
يمكن مش ده كده، او 8، هو نقدر هو نقول 28 28 يناير، يناير هو هو نقدر نقول بيكرر. طبعا طبعا. انا بس ان المره دي كاشف عن وجهه القبيح، اكثر عن شراسة. يعني المره دي للي عايز يفهم هيعرف بالظبط ازاي مصر اديرت خلال السنتين اللي فاتوا ابتداء من 28 يناير 2011 زي ما حضرتك قلتي، وازاي اديرت واديرت، بالظبط. يعني ازاي كانت بتتدور وبتقاد، وازاي اتحط عليها هذه الاضرار، حرق اقسام شرطة، مهاجمة مباني محافظة قبل كده، يعني لو قارنا بالظبط، مباني المحافظات واقسام الشرطة نفس، ما هو نفس اقسام الشرطة السيناريو. قبل كده، استراحات المحافظين وامن الدولة نفس اللي حصل قبل كده. بالظبط. فالايدين الملوثة بالدماء، الافكار الملوثة بالشر وبالرغبة في الانتقام. والحقيقة النهاردة يعني بوضوح كامل اتضح امرين لا ثالث لهما، ان هذه الجماعات، جماعة الاخوان المسلمين وكل من لف لفها، عندهم كراهية غير عادية للدولة وللمسيحيين. يعني دي النقطة اللي يجب ألا يعني يغمض عنها العين أي إنسان عايز يفهم أحداث النهاردة، ويفهم إزاي الجماعات دي بتفكر. كراهية مطلقة للدولة، حرق ده فيه اعتداء على متاحف لا، نهب متاحف. في ملاوي، نهبوا المتحف في ملاوي. نهب متاحف بالظبط. ففي رغبة في تحطيم التراث المصري. كنيسة في دلجة دير مواس، كنيسة أثرية مبنية في القرن الثالث، سووها بالأرض، اتحرقت واتسوت بالأرض. ففي كراهية شديدة لتاريخ مصر، لمصر كدولة، عايزين يمحوها من الأرض. وده فكر زي ما قلنا قبل كده مرات كتيرة، فكر جاي من الصحراء واخد على الخيمة، مش قادر يتقبل الحضارة ولا تعدد الثقافات ولا تعدد، ولا ان الحضارة واحدة بتسلم واحدة بتسلم، مش قادر يقبل ده، هو عايز يشوف نفسه بس. لا يقبل إلا نفسه. والكراهية الشديدة بقى لما هو غير إسلامي. طب ماشي، أنت مختلف مع الدولة، حقك، متغاظ، ضربوك وأنت عايز تضربهم، هاجمت قسم شرطة وكان ده مرفوض. طب الكنيسة مالها؟ طب واحد فتح محل ولا قافل محل، رايح مسيحي رايح تحرقه له ليه؟ واحد راكن عربيته تحت البيت مسيحي تكسرها وتحرقها ليه؟ واحد عنده يعني راجل على قده، عنده شوية مواشي بسيطة، حمار على يعني حاجات بسيطة، دخلت حرقت البيت وحرقت طب وذنبها ايه دي؟ هو مش المرشد بتاعكم قبل كده الكلام ليهم مش قال ما ذنب النباتات؟ طب ما ذنب المباني؟ ما ذنب اللي مالوش، هو اللي قاعد في القرية ده هو اللي شال مرسي؟ وإن حتى راح وتظاهر ومضى ثمار التمرد، ما هو حقه، ما هو مواطن زيك زيه. لا، الغريب، الغريب ان هما بعد كل ده يطلعوا التصريحات حتى الان. يعني الحاجات اللي بينزلوها لغايه دلوقتي على الفيسبوك او على تويتر، او الحاجات اللي بينزلوها زي عصام العريان وخلافه يعني منهم، لغايه دلوقتي التصريحات بتاعتهم كانها ناس عايشه في دنيا تانية. يعني انا برضو ما زلت التساؤل اللي عندي من ساعه ما جم، او من ساعه يعني ما ابتدينا نوعى عليهم السنه اللي فاتت دي كلها، الناس دي بتضحك على نفسها ازاي؟ يعني ازاي الناس دي قادرة على قلب الحقائق وتقول عكس الكلام اللي بيحصل بالظبط؟ يعني ما ينادوا ان هم عايزين يحرروا الوطن من الانقلابيين علشان يحافظوا على الديمقراطية وعشان يحافظوا على الوطن ايه ده؟ ايه الناس، يعني الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ هما مستويين يا مدام ميري. المستوى الاولاني القاده، القاده فاهمين بس واخدين على الكذب، هما ما كان كذب، يعني هو يعني كائن بشري كاذب. بالظبط. انا متهيألي ما عندوش حاسين هما بيكذبوا، يعني هما يعني ده بقى جزء منهم كده من غير طب ما ما ياخد رئيس باله يعني. الجمهوريه نفسه في الخطب قبل كده المعزول وهو بيتكلم ورا بعضه، كذب ورا بعضه بالظبط. ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، بالظبط. يعني يطلع اعلان دستور وبعدين يقول
انا عملت كده حماية للقضاء وحماية مش عارف ليه يعني. طب يعني ده كتير بقى بالشكل ده. الفئة التانية اللي مغيبة اللي خدت على السمع والطاعة من سن صغير وزي ما بيتقال لهم هم امين، الفئة دي بقى محتاجة الحقيقة، واحنا برضو بتكلم الدولة اللي غابت عشرات السنين يعني، غيبت من ايام السادات واستمر تغييبها طول فترة مبارك، وطبعا ما بعد كده برضو استمر التغييب، ان في نوع من بث سموم داخل المجتمع المصري من خلال الاعلام والتعليم، والدولة سابته عشرات السنين من بدايات السبعينات يعني، النهارده بقى له فوق الأربعين سنة. محتاجة الدولة وخاصة من خلال الإعلام تفضح. وعلى فكرة يعني ببساطة شديدة، ممكن مش النهارده مش في مجال تقييم اللي حاصل، لأن الناس يعني يهمها تعرف أكتر من كده ويهمها تسمع ما هو أهم، اللي قلب اللي قلب الصورة بتاع الإخوان عند الشعب المصري الإعلام، وخصوصا مثلا برامج بسيطة بسيطة في مفهوم في طريقة فهمها وكوميدية زي بتاعت دكتور باسم يوسف، أو الحديث البسيط اللي يعرف يوصل لرجل الشارع العادي زي بتاع الأستاذ إبراهيم عيسى. دول كشفهم فضحهم عليه فضحهم كشفهم بين الزيف وبين الكذب، لكن رغم هذا ما زال ناس كتيرة ماشية بمبدأ السمع والطاعة، ومتهيألهم ان ده في نصرة لله ونصرة للإسلام، وان اللي حصل ده ضد الشرعية وضد ايه الديمقراطية الأول يعني. انت لو سألتي حد من دول بيعتبروها كفر. بالظبط. هما لا يعترفوا. فاكر حضرتك لما من كام مره كده كنا لينا لقاء، قرينا ان هما لا يعترفوا بحاجه اسمها ديمقراطيه، ولا يعترفوا بمواطنه، ولا بيعترفوا بوطن، ولا بحدود، ولا بثروات وطن، ولا باي حاجه من الحاجات دي خالص. مظبوط. انا عايز الديمقراطيه اقول لك ايه؟ النهارده الشيخ محمد حسان قبل ما يجي على طول، وحسيني والشيخ حسين يعقوب انضموا للمتظاهرين وقالوا كانوا دماءنا منضمين دون ليه. دماءكم، يعني بما معناه احنا نموت قبليكم. فواضح برضو ان هي مجموعة على بعضيها بالظبط. يعني، السلفيين جزء من الاخوان المسلمين، حتى ان ما كانوش جزء في التنظيم لكن هم نفس الايديولوجي، نفس الفكر، نفس المبادئ، نفس المنهج، ده ان ما كانش أسوأ. وطبعا هم مع انغلاقية اكتر بالظبط. ودي افق اكتر. يعني كان دايما يتقال كده ان الاخوان المسلمين دول الكريمه بتاعت الاسلاميين، يعني او يعني اللي هي اخف وطأة، او عشان بيعرفوا يلعبوا التلات ورقات. بالظبط كده، عشان بيعرفوا يكذبوا. التانيين يمكن عندهم وضوح مع شراسه، دول عندهم مدهنات يعني، لكن ادي الوجه برضو القبيح بينكشف وبيظهر يعني. الحقيقه يعني انا نفسي برضو ان احنا بقى الجزء اللي بالاكتر كمان يهمنا، فين انا مش قادرة اقول فين الدولة او فين الحكومة او فين الداخلية من اللي بيحصل للاقباط ومن اللي بيحصل في الكنائس دلوقتي. لاني لو هقول ان هم النهاردة مشغولين، وهقول ان النهاردة هم مشتتين بمعنى ادق يعني، بس انا عندي احداث زي الاحداث بتاعت المنيا، او الاحداث بتاعت قرية الديابية دي اللي كانت من كام يوم. الأحداث دي كانت قبل الدخول في المعمعة بتاعة القلق بتاع النهاردة، أو بتاعة محاولة فض الاعتصامات. ومع كده برضو ما كانش في حد بيسأل، وما كانش في حد بيعلق، وما كانش في حد بيطلع حتى بيان يدين فيه الاعتداءات اللي حصلت. يعني النهاردة كان في مداخلة مع نيابة الأنبا مكاريوس في قناة من القنوات، الحقيقة بيسألوا سيدنا، بيقولوا له طب هل في حراسة موجودة على الكنائس؟ قال لهم ما فيش. قالوا له طب عملتوا ايه؟ قال لهم احنا على اتصال بالداخلية. قالوا له طب ساعة لما الحدث بيحصل بتعملوا ايه؟ قال لهم بنتصل ساعتها على طول بالاسم نبلغهم، وبالشرطة نبلغها. بيقولوا لكم ايه؟ بيعتذروا وما بيجوش، محدش بيجي. انا لو التمست العذر النهارده، بس الايام اللي فاتت كانوا فين؟ لو هينفع ان انا التمس العذر، لان احنا بنتكلم على جزء اساسي يعني. زي ما انا عندي منشآت حيويه بوقف عندها قوات حراسه مخصوص عشان تحرسها، زي ما عندي بنوك مهمه، فانا عندي بالاولى كمان الكنائس يعني.
اللي هي معروف مسبقا ده ان اول مستهدفة. بالظبط ان اول تهديد هيجي للكنائس، واول عمليات تخريبيه هتحصل في الكنائس. طب احنا مش بنتكلم على حاجه النهارده، ده احنا بنتكلم على حاجه بقالها ايام كتيره بتحصل. طب فين الدور بتاعهم، وفين هم، فين اصلا تفسروا ايه ده؟ هو في تفسيرين، التفسير الأول ده البسيط اللي ما فيهوش يعني لف ودوران، إن في تقصير، وإذا كانت الشرطة غير قادرة على إن على حماية هذه المنشآت بسبب الوضع اللي هي فيه، أو ما مش معقول الشرطة اللي في كل أنحاء الجمهورية راحت تفض رابعة والنهضة، مش معقول لا يعني طبعا، الناس راحت وقعدت في القاهرة، لا طبعا، واللي كان المفروض يبقى فيه تأمين جيد لهذه الأماكن وبتسليح جيد، كان ممكن يتحط متاريس تقفل الطرق، يعني في تقصير بجميع الطرق، في تقصير بجميع المقاييس، في تقصير. خلي الشرطة مش قادرة، لماذا لم تستعين بالجيش؟ تسميه تقصير، ما أنا هقول تخليني ايه؟ لحضرتك بقى التفسير التاني، خلينا في وأنا التاني. الحقيقة أميل للتفسير التاني. طيب التفسير التاني، وده أنا قلته من يومين، إن بيترك المسيحيين فريسة لهؤلاء الإرهابيين بكنائسهم وبيوتهم ومحلاتهم ومشاريعهم كنوع من التنفيس عن حالة الغضب اللي عندهم، ودي طريقة برضو لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، ما طبعا لأن دي هتؤدي لخراب البلد، مش بس لأضرار تقع على المسيحيين، لكن أيضا لما خلي الناس ردت. أنا مستعد لو أنا في مصر ما هسكتش، هروح اقف ويجرى اللي يجرى، وما حتى القياده الدينيه بتاعت لو قالت لي ما تروحش هروح، انا بتكلم عن نفسي، ما بقولش الناس تعمل كده، انما يعني ده اللي هيحصل من جوايا. طيب ولو عمل زي بقى الاف، مش تبقى حرب اهليه؟ طبعا، وهو ده اللي هم عايزينه، وده اللي هم ده اللي عايزينه. هم عايزينه. يعني احنا بنجيب لهم، بنقدم لهم طلبهم على طبق من فكان طبقه يعني. الاولى ان ما هو يعني لو طب ما هروحش الكنيسة، طب البيت بتاع قريب اتحرق والمحل بتاعه بيتكسر والمش عارف ايه بيتضرب عليه نار، والواد اللي طلع يشتري عيش ولا مش عارف ايه بالناس بتقود خطف، طب الدنيا هتهيج. فالحقيقة برضو ان كانت الفكرة سيبوهم يعملوا اللي يعملوه دلوقتي، يهدوا يفشوا غلهم ولا يفشوا غلبهم ويهدوا، دي طريقة الحقيقة، دي انا بقول الكلام ده بقى مش تأليف من عندي، دي الطريقة اللي اتبعتها الدولة من أحداث الزاوية الحمراء سنة 71 تقريبا، واحد وتمانين أو تمانين ألف وكان في تسعمائة قبلها وتمانين قبل كده في أيام السبعينات السادات. يعني. فنفس السياسة هي ما اتغيرتش، سياسة أمنية عقيمة ومنحطة من السبعينات كمان، كان في من قبلها في السبعينات، في السبعينات. 71 يعني. اللي زاد عليها بقى، اللي زوده حبيبي العدلي، ان ابتداء من احداث الكشح 2000 مفيش حد ياخد احكام، يعملوا اللي يعملوه التحقيقات تتضرب وتطلع بايظه، ونكمل عليها ابتداء من احداث العياط، قاره بامها في العياط، انا مش فاكر الـ السنه بتاعتها، لكن يمكن في بدايه التسعينات، جلسات الصلح العرفي، اضرب وتاني يوم الصالح وتنازل عن كل حاجه وروح، اللي ما زال بيجبروا عليها اللي ما الناس زال لغاية لغاية دلوقتي في الديابية المنيا. امبارح اول امبارح، من ولغاية يومين بني بالظبط. احمد الشرقية من كام يوم في المنيا. فاذا كان بقى دول برضو اضرب اضرب اضرب، ما هو هيسا وما حدش عارف مين اللي ضرب، والكنائس انا عندي حصر بالكنائس اللي اتحرقت والمباني التابعة للكنائس عددها يفوق الـ30 مبنى وكنيسة ودير ومبنى خدمات واستراحة أب كان، يعني عددهم من فوق الـ30. ممكن نبقى نوضحهم بعد شوية. استاذ شكري، هاخد بس استاذ طارق اتفضلوا. عشان معانا تليفون، وهو دايما انا عارفة استاذ طارق عادة بيحب ان هو يطرح حلول اكتر من ان هو يسرد المشكلة يعني. استاذ طارق، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. ربنا يخليك. انا عايز اقول حاجه في الاول، واذا تسمحوا لي اشترك معاكم في الاخر، بس انا الحاجه المهمه جدا اللي عايز اقولها لكم، انا عايز احط شويه حقائق علشان ما يبقاش كلامي في حاجه جرح لاي حد.
تعالوا نحط الحقائق اللي قدامنا حاليا. أنا هقول إن شيخ الأزهر بالنسبة لنا، الشيخ الأزهر الحالي يمثل وجهة نظر إسلامية معتدلة. معرفش بقى معتدلة دي تحسبها التفسير كل واحد. لما نيجي نبص للحقيقة الثانية، لما حصلت المذبحة بتاعت الشيعة واتقتل فيها 4 من الشيعة، الأزهر أصدر بيان قوي بيستنكر هذا العمل. لما حصل مذابح الأقصر بعدها والمنيا وغيرها قبلها كمان، الأزهر أو شيخ الأزهر المعتدل لم يصدر أي بيان يستنكر فيه أي حاجة. لما النهاردة حصل فض الاعتصامات في رابعة وغيرها، الشيخ الأزهر فعلا طلع بيان بيطالب بضبط النفس، وقال جملة لفتت نظري، بيقول إن من الأحاديث أو تعليمات الإسلام إن تزول السماء والأرض أهون من أن يراق دم مسلم. أيوة، ما قالش دم بريء بالظبط. فهنا كان في حاجة تانية، الحقيقة الرابعة، إن القرآن والأحاديث والسيرة في الإسلام فيها نصوص كتيرة تقدر تفسريها بطرق متضادة، بمعنى تقولي الإسلام بيدي الناس الثانية حقوقهم كاملة ولا تمييز عنده بين المسيحيين والمسلمين، والعكس صحيح، إن الإسلام لا يعلو يعلى ولا يعلو عليه والكلام ده كله. فحط الحقائق دي النهاردة جنب بعض. أنا عشان كده عايز أركز على حاجة بعتبرها المعركة الحقيقية اللي النهاردة مصر كلها، مش بس الأقطاب، مصر كلها بتخطها، وهي هي معركة الدستور. أنا بوريكم النهاردة بالحقائق دي إيه اللي ممكن يحصل لو الدستور اتحط فيه الجملة بتاعت إن مصر دولة إسلامية، أو إن الشريعة مصدر التشريع. أنا عارف وعندي فكرة إن الكنيسة قبل كده كانت موافقة على مواد في الدستور زي إن الدولة إسلامية والشريعة وهكذا، مع إضافة مواد تخلي غير المسلمين تطبق عليهم شرائعهم. أولاً لو تبص لهذه الجمل أو هذا الموافقة، أنا بعتبر إن دي أنا برفضها. برفضها تماماً. ليه؟ لأن الدستور لا يسمح، الدستور لازم يطبق على الناس كلها. لا يجوز انك انت تحطي دستور وتقولي طب انا هطبق على دول الشريعه بتاعتهم ودول الشريعه بتاعتهم. الدستور لازم يتحط يطبق على الكل. والحاجات دي بقى تبقى بين الناس وبعضها، اذا كان انا راجل مسلم وملتزم بالاسلام هطبق الاسلام في حياتي بالطريقه اللي لا تتعارض مع المجتمع. فهنا هو ده الخطر. مره ثانيه يا ناس، اخطر حاجه بتحصل النهارده مش الاضطهادات دي للضباط او الفوضى او الاجرام، اخطر حاجه بتحصل اللعب في الدستور النهارده، ولجنه الدستور اللي متشكله بتعمل الدراسه بتاعتها في سريه. حاجه عجيبه، ازاي حاجه زي كده اللجنه تدرس الاقتراحات المقدمه لها بطرق سريه؟ ليه الناس ده لازم الناس تعرف وتتناقش كلها؟ فادي اول نقطه. فهي دي النقطة اللي أنا بأكد عليها، إن لازم النهاردة نرفض كلنا ونحط ضغط قوي جدا إن هذه المواد العرجاء لا توجد في الدستور. وده مش لمصلحة الأقباط، أنا بتكلم لأن النهاردة لما تبقى تقول الشريعة الإسلامية والقوانين العرجاء اللي طالعة منها زي ازدراء الأديان اللي يفسر ضد اي حد غير مسلم، او حتى لو واحد مسلم حب يشرح حاجه في الاسلام ويبين برضه اذا كان في تناقض او كل واحد يحط تفسيره، ممكن يتقال عليه انت بتزدري الدين، انت لا تتبع الشريعه، انت مخالف للشرع، ويتقتل بمنتهى البساطه. فالحاجات دي كلها لازم نحط ضغط النهارده. هو النهارده ان لو اللجان بتاع تعديل الدستور اشتغلت في تعديل هذا الدستور اللقيط الحقير، ان ده هنقف في بيت تراب كل مصر، ومش بس استثناء المسيحيين. فدي انا معلش بكررها مره واثنين وثلاثه.
لو تسمحوا لي بقى أعلق على كلمتين أنتوا بتقولوهم. أنا قبل كده اقترحت من زمان، يعني من قبل يوليو، لأن الناس كلها متوقعة إن هو الإخوان هيعملوا كده، سواء فضوا الاعتصام أو ما فضوش الاعتصام بيلجأوا للإرهاب، يجمعوا في المراكز بتاعتهم 2000 واحد يدلوهم بأتوبيسات ويهاجموا مراكز معينة، المراكز الضعيفة وبالذات الكنائس أو الشرطة. فأنا اقترحت إن ده لابد كان يتعمل، قوات خفيفة الحركة متمركزة مسلحة ومجهزة وعلى قدرة قتالية عالية، بحيث إنها أول ما تحصل حاجة في مكان معين هذه القوات تنقل في خلال دقائق مش ساعات أو أيام. يعني تتمركز قوة مثلا في الأقصر، في أسوان، في طنطا، في القاهرة، وبهذا الشكل نقدر نواجه الناس دي. قوات حضرتك تقصد قوات من الشرطة طبعا مش كده؟ لا مش لازم الشرطة، دي المفروض تكون قوات خاصة على مقدرة قتالية عالية ومجهزة. تابعة لمين؟ تابعة للدولة، أنا أقصد عشان الكلام يكون واضح لأي حد بيسمعنا. تابعة للدولة. وشرحت الأسباب فيها ليه لازم دي تتعمل، لأن لما تبص تلاقي قرية زي القرى بتاعت المنيا لما حصل فيها هذا الكلام، الشرطة عارفة الناس اللي قامت بالإجرام ده واحد واحد، وفي الغالب يقربوا لهم يبقوا أصدقائهم، ما يقدروش يقفوا ضدهم، وعادة حتى لو حاولوا يقفوا ضدهم عددهم لا يكفي لمواجهة هذا الإجرام المسلح. فدي من ضمن الأسباب اللي خلتني أقترح هذا الاقتراح، ولا أفهم ليه لغاية النهاردة ما تنفذش. الواضح قدامي إن في عجز كامل، بس ما تنسوش حاجة، ما فيش عجز في التفكير. يعني البراعة اللي تم بيها بالظبط الفرد النهاردة، الاعتصام النهاردة، بتشهد ان فعلا مصر فيها كفاءات وناس على مقدرة عالية جدا. في حاجة معينة بتمنع هذا الاتجاه انه يحصل، وانا من ضمن الناس اللي حسيت ان السبب في هذا التخريب كان هو البرادعي. معلش اذا كان تتفقوا او تختلفوا معايا، انا بقول رأيي وانا حر ان اقول رأيي. لا 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 لا، ما حدش مختلف معاك، بالعكس انا متفقة مع حضرتك في الكلام اللي بتقوله، بس حضرتك اسمح لي بس ان انا ازود عليه حاجة، وحضرتك يمكن سبقت وقلتها، ان في موجود الكفاءات اللي موجودة، لكن انا لو عندي الكفاءات هل عندي النية ان انا استخدمها ولا لا؟ دي اهم حاجة. زي ما انا عندي قوانين تطبق، ان اللي بيقتل يعاقب، وان اللي بيحرق يعاقب وهكذا، وما كانش القانون بيتطبق. أنا عارفة أن الدستور ووضعه مهم، لكن أنا برضو هرجع وهقول الدستور مهم ويحارب من أجله، أوكي، لكن في وجود دستور عادل هل في نية للتنفيذ عادلة؟ هل في ناس قائمة على التنفيذ عادلة؟ هي دي المشكلة، لأن من قبل ما الجزء بتاع الشريعة يتضاف على الدستور بتاع مصر، ومن بعد ما الضاف بيتوقف في الموضوع بتاع الأحكام على اتجاهات سياسية واتجاهات بتاع التيارات معينة، مين فيها اللي بيفرض قوته في الوقت اللي بيحصل فيه أي موقف من المواقف. كلامك جميل جدا وأنا موافق جدا، ومدا من ضمن الحاجات اللي كنت برضو اقترحتها، إن لازم الدستور يبقى فيه نصوص تجرم وتعاقب بمنتهى القسوة الخارجين على الدستور. وكلمة برضو حضرتك قلتيها، هل القانون بيطبق بالضبط؟ أنا هكمل على كلمتك دي، إن أنا ليا تحفظ بصراحة على فرض قوانين الطوارئ. هل فعلا الحكومة استنفذت القوانين الجنائية اللي موجودة حاليا ولقت نفسها عاجزة عن إنها تلاحق هؤلاء المجرمين؟ أنا خايف إن فرض قانون الطوارئ ده يطبق بنفس المنطق اللي بيحصل في المانيا، بدل ما يروحوا يقبضوا على المجرمين يروحوا يمسكوا المسيحيين وياخدوهم ويقعدوا يفصلوا معاهم. فانتبهوا للحاجات دي في منتهى الخطوره. احنا مش محتاجين لقوانين اضافيه، احنا محتاجين لشخص قائد عنده النيه انه يحمي الناس ويحس بمسؤوليته عن الشعب كله، وياخد القرار الصح بدون تردد
ان القرار صحيح في الوقت الصحيح، قرار صحيح 50% في الوقت الصح احسن من قرار 100% صح في الوقت الغلط. تمام، انا بشكر حضرتك لمداخله حضرتك القيمه استاذ طارق، واعتقد ان انا موافقه حضرتك واستاذ شوقي، موافقه حضرتك على اللي قلته. هو فعلا ما فيش اراده سياسيه للحل بالظبط من زمان، وما يحدث لغايه النهارده هو السماح بقدر من التنفيس في النظم الاستبداديه، بيسيبوا بيبقى فيه فالف، بيبقى فيه صمام زي حالة البخار كده. أيوة. لما البخار يزيد الصمام يفتح ويروح مطلع الصفارة تطلع البخار. فهما بيعتبروا ان هذه الاحداث هي نوع من هذا خطيرة. يعني انا بشكر حضرتك جدا، كتر خيرك لمداخلتك. انا اخد استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. مساء الخير استاذ شكري. مساء الخير استاذ اميرة، اهلا وسهلا بحضرتك. معلش انا استاذن حضرتك في نقطتين صغيرين. اتفضل. بالنسبه لحمايه الكنائس، وحضرتك العرف جرى على ان يحط 2 عساكر على كل كنيسه، ناس غلابه خالص جايين مجندين من الارياف او من اي حته، لا حول ولا قوه لهم. هو ده اقصى اللي اقصى حاجه بتعمله داخليا للكنائس يعني. وصدقيني اي واحد من الجماعه الشبيحه بتوعهم دول يقدر ياخد منه بندقيه ويضربه ويعوره. انت لما تتذكري حضرتك موضوع كنيسه العمرانيه، ايوه، كنا عايزين نبني كنيسه ودفعنا فيها ضريبه رهيبه، وحضرتك وقفوا المسيحيين بكل رجوله وكل شهامه ودفعوا دفع رهيب جدا عن بنى كنيسه، واللخبطه اللي حصلت بين المحافظ والتعصب، زي المحافظ من المتعصب دلوقتي لسه ما مسكش جديد يعني. انا في راي حضرتك بقولها لك بكل امانه، انا في حاله دفاع عن نفسي، بيت ربنا اللي محطوط ده انا كمسيحي لا يفتقد المسيحيين الشهامة والرجولة بأن هم يحافظوا على بيت ربنا ويقدروا. انت جاي تعتدي علي، من حق ادافع عن نفسي، مش هستنى كمان تعتدي على بيتي، من حق ادافع عن نفسي، تعتدي على اسرتي، ادافع عن نفسي تحت اي قانون، ونعمل احتياطات ان بيكون في تصوير وفي اثبات عشان تنفعنا حتى بالأدلة برضو بالظلم اللي هم بيصطادوا مننا شويه هنا شويه. دي جزئيه، فأنا مش هعتمد على الدولة عشان تيجي تحميلي كنائس واشحتهم، لا، أنا أحمي كنائستي بإيدي بنفسي، ما استناش إن هو يجي يحميها لي، هو ما عندوش الإحساس اللي عندي أنا، ما عندوش الوازع اللي موجود جوايا أنا، بتفرق كتير. أنا أستأذنك أقول حاجة، الحقيقة يعني كلامك مقنع جدا، وأنا شخصيا مقتنع بيه وقلته في بداية الحلقة، لكن المشكلة إن ده هيجرنا لما يريد الإخوان أن يجروا مصر إليه، وهو الحرب الأهلية. أستاذ شكري، تفضل. أستاذ شكري، أنا يسميها زي ما عايز يسميها، أنا بدافع عن بيت ربنا، يسميها زي ما عايز. لا، أنا كمان عايز أقول حين. أنا ده رأيي أنا. أنت جاي تعتدي على بيتي أو بيت ربنا أو ولادي، فلتكن ما تسميها زي ما أنت عايز، أنا بدافع في حالة دفاع شرعي، زي ما أنت عايز تسميها يسموها هم، آسف يعني. يفهموا انا مش عشان خايف ان انت تسميها كده انا هفضل اسيب لك عيالي وبيتي وكنيستي، ولا لا 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 لا، استحاله مطلقه، ده رايي انا. وليكن اخر يوم في عمري، مش اشكال. النقطه الثانيه حضرتك اللي هي بتدور حواليها ماساه رهيبه جدا احنا عايشينها، بغض النظر عن الاخوه المسلمين المعتزين، في ناس طبعا افاضل كتير وناس حلوه كتير خالص خالص يعني، طبعا احنا بنقول حاجه ودول بنجل لهم وبنتبادل معهم مشاعر الانسانيه والمحبة وكل حاجة عادية جدا جدا، ناس معتدلين بيفهموا. أيوة. الشيء المؤلم اللي هو احنا عايشينه حاليا دلوقتي وموجود عند الإخوة المسلمين اللي هم فريق منهم معين يعني أو جزء معين، اللي هو بيسموه إيه، كلمة الإسلام المعتدل. ده تعبير وعنوان مبهم لحقائق احنا يعني بنترجمها في حاجة واحدة، أقول له إيه، حالة الاعتدال اللي عندك، طالما أنت معتدل يبقى أنت بتتبع الإسلام معتدل. بأمانة وكل صراحة وبكل صراحة وبكل صدق، وده مش عايزة ممارضة ولا ملائمة، عنده موجود لخبطة كتير يعني، في ناس بيقولوا القرآنيين بيتبعوا القرآن، في ناس بيقولوا لا لازم القرآن والسنة يعني. السنة مليانة بحاجات بتخلي طبعا مع مستوى الفارق الذهني من واحد للتاني، الناس تعبانة، ناس والشيخ اللي يفضل يدعي على المسيحيين وبتاع اللي بيشحن
وياخد شوية أحاديث من عنده. يعني هي مشاكل اللي احنا الحقيقة مش هنقدر نخوض في لا تفاصيلها. مش هنخوض يا أستاذة ميري، بس هي دي الحقيقة. أنا ما عنديش هي دي أونلاين، لأنك أنت بتقول الاعتداء. الاعتداء فين؟ مشكلتك أنت، حلها مع نفسك، حلها مع نفسك. وعايز أنا أتوقع منك أسلوب إنساني حضاري تتعامل بيه معايا. بغض النظر، يعني انا اللي عايزه اقوله، موافق يعني الكلام لحضرتك، بغض النظر عن التفسيرات المختلفه او على النصوص المختلفه، ده شيء يرجع لهم، ما مش مفروض ان هو يتعلق بينا او ان هو يرجع لنا في الاخر. دي انا حاجه. لازم ابني اثاره يا استاذه ميري، انا عايزه ابني اثاره. ما احنا بنبني اثاره، بس احنا مش بامكاننا زي ما استاذ شكري ابتدى في الاول وقال، لان الموضوع متعلق بحاجات دينيه، فحضرتك لما هتيجي تقول له هيقول لك انت بتتعدى على ديني، لان ديني انا بفسره كده وديني انا بفهمه كده، فالموضوع هيدخل كده في نقطه مش هنوصل فيها لحاجه، لان مش الموضوع بدان دخل. استاذ ميري انا بقصد حاجه معينه حضرتك. اتفضل. بقول لك طلع لي الانسانيه اللي موجوده عندك هتعامل بيها معاك انا وانت. هل دي انسانيه ان انت تعتدي وتحلق عملتك ايه كنايس هتشغل فيها؟ ان كان ليها هدف سياسي حاليا في الوضع اللي احنا عليه، لكن جرى العرف على ان هم عنده النزعه وعنده النيه ان برضو يعمل ردود فعل. مش عشان كده الحل في هذه الامور هي سياده القانون. يا ريت يبقى في قانون، وده وموجوده القوانين المصريه، والحقيقه قوانين في اغلبها قوانين ممتازه وجيده جدا. فالحل هو تفعيل القانون، الحل هو وجود اراده سياسيه لاعمال سياده القانون على الجميع. ففي الحاله دي لا نلجا للنصوص الدينيه ولا الاخر يلجا لنصوص الدينيه، ويبقى اي واحد يتصرف اي تصرف خارج عن القانون يحاسب عليه بالقانون. بالقانون بالظبط. يا ريت الحلم ده يتحقق يا استاذ شكري. يا رب. انا قبل ما حضرتك تقفل يا استاذ ابراهيم، يعني انا عارفه ان حضرتك بتقول ده راي حضرتك الشخصي، وطبعا حضرتك يعني رايك رأي لا حضرتك رايك يحترم وكل حاجه، بس بما اننا برضو احنا هنا دي قناه هي بتقدم فكر المسيح بالدرجه الاولى، فاما نحن فلنا فكر المسيح. فكر المسيح بيقول ان انا لما هقف قدام كنيستي عشان احميها مفيش ما يمنع، مفيش ما يمنع ان انا هقف واعمل لجنه شعبيه زي ما احنا اللجان الشعبيه وقفت تحت بيوتها عشان تحمي بيوتها، فانا بالاولى هقف تحت كنيستي وهحمي كنيستي، لان كنيستي هي بيتي الام او بيتي اللي انا اتولدت منه، لكن هحافظ عليه وهدافع عنه برضو بالطريقه السلميه، مش بطريقه حمل السلاح ولا ضرب السلاح. بس ربنا يا استاذه ميري، ربنا بيقول لي ما تقفش مستسلم وما تدافعش عن نفسك. لا، حق الدفاع عن نفسي ده ملتزم قانون، حق قانوني. حقي حقي لو حد جاي بيعتدي عليا وهيقتلني طبعا. جايز في دفاع عن النفس، لكن لو انا واقف عشان احمي كنيستي يبقى مش هقف بمعنى او بالمحمل اللي انا هقف احميها وماسك سلاح، والا كده يبقى احنا بقينا كده. امسك سلاح يا استاذه ميري، انا بقول لك دافع عن نفسك. انت ايه بقى بص حضرتك؟ ندافع عن نفسنا. اوكي، لا انا عايز اقول حاجه. انا بس عايز اوضح ان هو يحمل سلاح في مواجهه من يحملون السلاح في حقه، في حقه الشخصي في طبعا، لكن إن حملت سلاح في مواجهه من يحمل السلاح حقي في بيتي لو انا حد جاي يعتدي عليا، لكن لو انا هقف احمي كنيسه مش هقف احميها بهذا المنطلق. يا استاذه ميري، نعم، بعد اذن حضرتك يا استاذ شكري. اتفضل. القانون المصري بيقول لك انت جاي تعتدي عليا بعصايه، يبقى انا همسك عصايه ارد عليك بعصايه. ده كل قوانين الدنيا بتقول كده. طبعا. انت جاي ماسك لي سلاح، ايه بيد عامله وجاي تقتلني؟ طب انا بقول لك انا بحب المسيح وقتلني وانا هموت على ديني، ده صح ده كويس. عموما نرجع برضو للكلام اللي قلناه يا استاذ ابراهيم، هناك محاوله لجر الشعب المصري بجميع طوائفه، وطبعا اسهل حاجه يدخلوا منها مسيحي ومسلم لحرب اهليه. يجب ان نكون متنبهين لهذا يا استاذ شكري. اتفضل. يبقى الوضع ده ايه؟ ادخل يا حكومه احميني بقى. صح، اتصرف انا بمعرفتي. ده كلام مظبوط، ليك الحق في كده. ليا الحق في كده ان انا اقول تعالي يا حكومه احميني، لكن برضو انا ما زلت ان كان القانون بيعصيني الحق، فانا ليا قانون اعظم وقانون اسمى يفوق القانون البشري ويفوق الفكر البشري. انا ليا فكر المسيح اللي بيقول لي رد سيفك الى غمدك. لما بطرس جه يستخدم السيف ويطلعه في الوقت اللي جم يقبضوا فيه على ربنا يسوع المسيح له المجد، ما سابوش، قال له رد سيفك الى غمدك.
فانا لو اليوم بيتي بيت صلاه لكن ما امسكش مسدس وضربه. ما امسكش ده سيد المسيح، انا هروح فين؟ انا ما اوصلش التراب من اللي بيرجع ليه. معلش، ما احنا بنطلب من اجل كده ان ربنا يدي القوه. انا لو في بيتي، يمكن ده كان موضوع قبل كده اتكلمنا فيه مع سيدنا وسالته السؤال ده بطريقه مباشره، لو انا قاعد في بيتي وحد جه بيعتدي عليا وبيعتدي على بيتي، هل من حقي ان انا ادافع عن نفسي حتى بقى لو انا محتفظ بسلاح زي ما اصبح معظم الناس؟ ساعتها فعلا خلاص ده واحد جاي لي بيتي بيضربني، لكن انا واقف نازل ادافع عن كنيستي بتكتل كبير بحاجات عصيان بقى، بحاجات زي كده، حاجات اللي هي مش تقضي يعني على الحياه. اعتقد ان هو دي الحاجه اللي احنا ممكن ندافع بيها او بالعدد الكبير. هو عموما لكن انا حمل أقول يعني ان اغلب القيادات الدينيه في مصر في كذا ابروشيه انا تابعت طالبوا الناس بان هم ما يروحوش ناحيه الكنائس ويسيبوا اللي يحصل يحصل وارواحهم اهم. يعني سمعت الكلام ده من نيافه الانبا ماكاريوس في احد التصريحات المكتوبه، الحقيقه ما سمعتوش بودني، اسقف عام المنيا، سمعته من ابونا القمص مخينس راس وكيل مطرانيه الفيوم، لان في ثلاث كنائس وجمعيات يعني اتحرقوا في الفيوم. فطالبوا قال لك ما يعني ما تعرضش حياتك للخطر في مقابل المبنى، المبنى يتعوض بصورة أو بأخرى، لكن حياة الإنسان مش هتعوض. والحقيقة برضو أيضا يعني الكنيسة بتخاف على أولادها، والمبنى ما هوش الكنيسة، الكنيسة هي جماعة المؤمنين بالمسيح ومجسد المسيح الواحد. وبالتالي أي عضو يجرى له أي حاجة صغيرة هيتعب باقي الجسد كله. أنا يعني عايزة أقول إن يعني هم بيظنوا إن هم بيدمروا كنيسة أو بيحرقوها، إن هم كأنهم بيهدوا أو بيحرقوا في شخص المسيح والمجد نفسه. يعني ما يعرفوش إن هو كل واحد فينا هو كنيسة، هو الكنيسة اللي ربنا بيسكن فيها مع الإنسان، أو مكان التقاء ربنا مع الإنسان. ده أنا روح ربنا جوايا، ده أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فيعني كل واحد فينا فمش هيعرفوا يعملوا حاجة. يعني أنا أخد أستاذ مجدي عازر. أهلا وسهلا أستاذ مجدي، إزاي حضرتك؟ إزيك يا أستاذ أميري، وإزيك يا شكري، إزيك عاملين إيه؟ إزيك يا أستاذ مجدي، وحشنا. أهلا وسهلا بحضرتك. إزيكم؟ أنا قاعد مستمتع، بس أنا اتصلت عشان أعلق على حاجة. تفضل. أنا بس أي نوتس اللي النهاردة على النص الرابعة بيحرقوا مصر. دول كانوا من 3-4 سنين شايلين، أنا آسف في اللفظ، يفط وحطين عليها جزمة على صورة قدرة البابا الله ينقح نفسه. الذين يستقون بالخارج، بل يدفعون الخارج دفعا للتدخل في شؤون المصري، كان بيشتموا البابا شنودة، وكانت حسن مبارك اللي هم حطوه في السجن كان ساكت. صح؟ صح. أنا أيامها بعت بلاغ لهشام النقيب بقول له إن هذا ضد القانون. هذا ضد القانون. أستاذ مجدي، هشام النقيب هو القنصل المصري في لوس أنجلوس سابقا. عشان الناس تبقى عارفة. يس، ومعايا فايد مين اللي بعتله. واتهمت سليم العوض وحسام البخاري اللي هو كان امبارح على النص الرابعة. وقلت دول طبقا للمادة 175 الفصل الرابع عشر، كل من أهالي باللفظ بالإشارة رمز من الرموز الدينية يعاقب بالحبس لمدة 30. قلت له يا سيدي للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، قلت له خذ إجراءاتك القانونية، هاته محقق معاهم الدكتور نجيب الأستاذ نجيب جبرائيل. قال نفس الحكاية، طلع ولا حياة لما تنين. النهارده اللي عجبني، معلش سامحوني أنا في الإطار شوية، نيابة الأنبا رفائيل قال حاجة حلوة، قالك عرفنا اللي كان بيحرق الكنائس من 42 سنة. معلش يا سيدنا احنا عارفينه، بس عرفناه وتأكدنا دلوقتي. المشكلة ما كانش عارفها اللي بيدفع تمامها النهاردة، زي ما دفع تمامها في السادات واتقتل، دفع تمامها انضرب وهو في طرق دلوقتي، ودفع تمامها كل الشعب المصري من شوية الزبالة دول. مين اللي عودها دلوقتي يا شوقي؟ محمد
كان لا يوجد إرهابا في مصر إلا من سنة 71 لما جه البابا شنودة. ده حمد عمارة اللي النهاردة في الواجهة وبيدافع عن الإخوان المسلمين. على كل حال، على كل حال، بالضريبة إحنا بنفرحها كمسيحيين، ونحن كما اعتدنا وكما يعني علمنا معلم الأديان الأولانية إحنا في قداسة البابا شنودة، مصر هي بلد يعيش فينا وليست بلد نعيش فيه. مصر دي بلدنا وإحنا هنتحمل وهنقاوم هذا الإرهاب بغير بإذن يسوع. إحنا والإخوة المسلمين المعتدلين سوف ننتصر على الإرهاب. مصر يا جماعة هي لولا ذنب أثناسيوس لم يحافظ على الإيمان. مصر ما تنسى كمصري. لولا ذنب أنطونيوس لم تكن هناك رهبانة. رهبانة. ده كان مصري. النهارده بس انا هقول لكم خاطر محسن، انا اسف معرفش انت قلتوه، اعتدوا على الدير المحرر في الوقت والحرب. الدير المحرر اللي هو فيه الحضر اللي تنبع عنه اشعياء النبي. يكون اشعياء النبي النبي الانجيلي اللي قال ويكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. الحضر اللي نام عليه رب المجد يسوع المسيح بدليل نيتك وسط ارض مصر. يعني حرقوا هذا الدير شياطين، ولكن سوف نتحمل من اجل هذا الوطن. شكرا جزيلا استاذ حضرتك. الدير المحرق اللي عاشت فيه العائله المقدسه وقت هروبها ووقت رحلتها اطول مده قعدتها في مكان، وكان 6 شهور قعدتهم في الدير بتاع المحرق، ودشن ربنا يسوع المسيح له المجد بنفسه هذا المذبح او هذا المكان. يعني اخد استاذ محمود، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. مرحبا وتهانينا مع فرحتنا وتعازينا وتعاضدنا ومباساتنا واستنكارنا وشجبنا ووقفتنا معاكم باعا وذراعا وكتفا وقلبا وقالبا. ربنا يخليك. ونقدم الاعتذار بكل قلب مكسور وبكل أسف لكل اخوتنا الأقباط، لكل اخوتنا المسيحيين في تونس، في مصر، في ليبيا، في سوريا، اللي وقع عليهم أي ظلم أو أذى أو اعتداء على كرامتهم أو إنسانيتهم أو أعراضهم أو على مالهم من الغوغائيين الإسلاميين. واللهم أشهد أنا كمسلم إن الإسلام بريء منهم، الإسلام بريء منهم، الإسلام بريء منهم. ولي عدة محبة وبكل احترام وتقدير على مفتي الأزهر وعلى مفتي تونس وعلى مفتي ليبيا ومفتي كل الدول العربية وعلى أمير قطر ومفتي قطر القرد الطاوي وملك السعودية. هل رأيتم من فتاوى القرد الطاوي وهذا الولد المجنون الذي بدأ مشرعا بالسعودية ما كانت النتيجة لقتل الأبرياء من إخوتنا في الدين وبالله وبالأرض وبالتاريخ إخوتنا الأقباط؟ يا عيب العيب يا جلالة الملك يا ملك السعودية يا من تدعي أنك خادم الحرمين، لتكن معلومة اسمي محمود، اسم تدعي أنه أخ لك مسلم وأنت في أيام الإسلامية مع رمضان. كيف تسمح لإنسانيتك وجلالتك وأنت تدعي أنك ما خاتم الحرمين أن يدعي أن يتم الاضطهاد والقتل للأبرياء الأقباط؟ ألم يقتل الرسول عندما اشتد عليه العذر الحرم من أبرهة الحبشي؟ عيب لكم ذكرتكم أمهاتكم عندما لحقتم جمال العتيب إلى مكة والكعبة وأطلقتم الرصاص. علمنا أنكم لا تتقون الله. إذا كانت الكعبة عندكم يا أبا رجال أطلقتم الرصاص داخل الكعبة، فما بالكم تعلمون شيئا عن حقوق الإنسان واضطهاد الأقباط في مصر من وراء فتاويكم النكراء الكاذبة التي اضطهدت حقوق الإسلام والشيعة والأقباط والأبرياء
للشهيد محمد بطاطا اللي قتل في رصاصة غدر ممولة في أموال مدفوعة بدولار أمريكي ورصاص صناعة أمريكية إسرائيلية. عندما قتل الطفل بطاطا، عندما قتل الرهبان اثنين في سيارة، وعندما قتل الرهبان الثلاثة في حادث أكسيدنت تراك على الطريق الزراعي في الصعيد، عندما قتل الرهبان والكهنة ورجال الدين في سوريا من فتاوى السعودية وبمساعدة ودعم من أمريكا وأوباما، أين أنتم من حقوق الإنسان؟ الآن بدأت ثورة حقوق الإنسان في مصر التي اضطهدتوه بألاعيبكم وكذبكم واستخدامكم للدين. 85 عام وأنتم تكذبون في العالم باسم الدين. نهايتكم بدأتم من الشوارع وانتهيتم بالشوارع. شكرا لكم أيها الفكرة المالقين، اتهوا على أنفسكم. أي واحد منكم يدعي الأمير والدلالة والملكة والعظمة؟ ألا تسمعوا ما يزيد عن الخمس كنائس احترقت في مصر؟ حيبا لكم، اعتبروا الهيضة من الكعبة. ألم يكتب الرسول العظم من أبره الحبشي؟ حيبا لك يا ملك سعودي يا العظمة، حيبا لك يا حمد، حيبا لكم يا غير صباح. ما يزيد عن سبع كنائس احترقت بمن بها. أقول إخوة لنا في الإنسانية، عندما إسرائيل اعتدت على الأقصى وقتلت المصلين سكتتم لأن أمريكا راكبة على ظهوركم. ماذا تريدون؟ أين أنتم وأين أنتم من الله؟ أنتم الحرب وأنتم الظلم، لعنكم الله. يعني أتمنى أن يصل نداء لكل إنسان لديه ذرة إنسانية ليرحم الأبرياء التي تسقط في مصر وفي اليمن وفي فلسطين وفي سوريا. وفي كل مكان يا أستاذ محمود. أنا بشكر حضرتك جدا، يعني هو للأسف في كل مكان بيدخل فيه هذا الفكر بيدخل فيه الدمار والخراب ومحاولة هدم أي مكان بيدخل فيه هذه الأفكار يعني أو هذه النوعية من الأفكار. أنا أخد أستاذ وجيه. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ وجيه، تفضل. ألو، إزيك أستاذ مامي؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. اللي احنا شايفينه من الاحداث في مصر دي في يظهر هم قاطعين على ما يخص الاعتصام على هو الصوت الصوت بيقطع يا استاذ وجيه. انا اسفه، انا بسمع يعني نص الكلمه ونصها لا، فانا اسفه. لو حضرتك ينفع تتصل تاني يبقى الخط احسن، يبقى كتر خيرك. استاذن طب استاذن الكنترول روم يبقى يدخلوه على طول. يعني لما يتصل تاني بس. طب اخد استاذه ميرفت. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. الو الو، مساء الخير استاذه ماري، ومساء الخير استاذ شكري. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. انا لسه فاتحه البرنامج من شويه، فحبيت بس اعلق على الاخ محمود ابراهيم ومحمود برضه. بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا باقباط مصر خيرا فان لهم ذمه ورحمه، صدق رسول الله. فاللي انا اقصده بالنسبة للمسيحي مصر، هم اصلا للأسف الاخوان الارهابيين ما استوصوش بالمسلمين اللي زيهم. دي حاجة، المسلمين المصريين. والمفروض ان مصر مفيش مسلم ومسيحي، المفروض كلنا مصريين. تمام. زي ما كلنا يعني مفروض ان دي بلدنا وبلدنا كلنا. تمام. دي حاجة. بالنسبة لأنا كنت عايزة أعرف يعني اللي حصل النهاردة، طبعا كل الناس يعني عمالين يشوفوا ومتابعين الأخبار من الصبح، فكنت عايزة أعرف هل وصلوا إن هم مسكوا
العيادات اللي هم بتوع الاخوان ولا لسه؟ لا يعني ايه اخر اخبار مصر حاليا في الموقف في الوقت اللي احنا فيه دوت؟ اوكي حاضر. ولو عندك خلفيه بص العدد اللي هو الضحايا لحد كام، لان انا اصلا ما فيش غير قناه لوجس وقناه الجزيره، وانا ما بصدقش ولا كلمه بالنسبه للجزيره، لان الجزيره فظيعه فظيعه ومنحازه تماما للاخوان، وما اعرفش ايه يعني ليه ما بيجيبوش وقائع. لا حضرتك فعلا ما تاخديش اي معلومات او اي بيانات لا منها. انا بس بحاول ان انا يعني اعرف اي حاجه عن مصر. اوكي طبعا هي انا لغايه قبل ميعاد البرنامج بشويه كان وصل عدد تقريبا اللي قتلوا النهارده اللي منهم يعني الضحايا سواء من الشرطه كان وصل عددها حوالي من 43، يمكن انضم ليهم 2% يمكن وصلوا 45، ده لغايه قبل ما نبتدي البرنامج يعني. انما عدد الضحايا اللي كان في خلال اليوم كله النهارده كان 200 حاجه و80، كان تقريبا 283. طبعا لسه مش معروف مين ضرب مين، زي ما كنا بنشوف بعض الفيديوهات اللي كانت بتتسرب الفترات اللي فاتت ان هم نفسهم كانوا بيضربوا على بعض الافراد اللي موجوده جوه الاعتصامات او المظاهرات عشان يرجعوا الموضوع ان هو الجيش اللي ضرب والجيش اللي عمل. فده العدد اللي كان موجود لغايه دلوقتي. طبعا اكيد حضرتك تابعتي ان الاعتصامين اوريدي اتفضوا وحاولوا يعملوا اعتصامات تانيه في شارع جامعه الدول وفضوه، او قدام جامع مصطفى محمود وفضوه. اللي انا عرفته برضو لغايه قبل ما نبتدي البرنامج كان في منصه اوريدي عملوها عند في المعادي، وكانوا بيحاولوا ان هم زي منصه رابعه كده يعملوا في المعادي. ما شفتش لسه لغايه دلوقتي ان هم ازالوها يعني، ما اعرفش اذا كان ازالوها ولا لا، بس على قد المتابعه اللي انا بعملها اثناء البرنامج لا ما شفتش حاجه زي كده. بالنسبه للكنائس للاسف لغايه دلوقتي كان في المطرانيه في القصيه في حريق كبير، وفي 15 بيت او 15 منزل قاموا بحرقهم. مفيش اشكر ربنا اصابات في الارواح، لكن في ضياع في الممتلكات، ربنا قادر ان هو يعوضها وربنا قادر ان هو يردها. عندنا سلامة الناس هي اهم من اي شيء او من اي حجارة تبنى او تجدد مرة تانية. ربنا موجود، ربنا موجود. طب اخد استاذ اميل من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ اميل، اتفضل وطمنا عليكم، حضرتك فين وايه الاخبار حواليكم؟ انا بكلمك من مصر، احنا شغلنا الحمد لله شغله ما فيهاش اي مشاكل حتى الان يعني، نشكر ربنا. لكن احنا بنشكر ربنا على اللي بيحصل في مصر دوت، لانه بيبين حقيقه الاخوان اللي بيقولوا مظاهرات سلميه وبيستعطفوا العالم. وللاسف بعض القيادات اللي كانت الليبراليه هنا في مصر كنا بنؤمن بيها يعني زي البلدي، للاسف انا عندي خيبه صدمه شديده جدا في موقف الدكتور البلدي. يمكن هو راجل كنا كلنا متأملين فيه خير، لكن للاسف الموقف الاخير منه النهارده حتى لو يعني انا مش مقتنع به، لان انا مقتنع ان الموقف اللي خدته والجيش ده مش موقف الداخليه والجيش بس، لكن ده موقف الشعب المصري كله. المظاهرات من قبل يوم 30 احنا في الشارع، الاعداد مهوله، طائفه معينه ولا فئه معينه كانت من المجتمع، من اعلى ناس اقل ناس، وكل الوقت اللي نزل فيه منهم يوم 30 ويوم تأييد السيسي 26 يوليو كان التأييد شعبي من جميع أطياف الشعب، مسلم مسيحي يساري، يعني كان ملحمه جميله. الواحد كان مبسوط في الشارع بطريقه ما تفرقش، وكان يأمل في القيادات متأمل فيها خير زي البلدعي يبقوا من الناس اللي بيعبروا عن رأينا. لكن الموقف حتى اللي اتخذه للأسف مؤذي، موقف عار. أنا آسف إني أقول الكلام ده، لكن أنا فعلا لأن أنا حاسس بالإحباط، لأن هم الإخوان اللي بيستغلوا الميديا طبعا بالذات العالمية في CNN. أنا
رد معصوم أسوأ استغلال. الراجل كان ليبرالي وكان بيأيد الثورة وكان بيدي أو بيدي مظهر لثورة 30/6 أدي كان بيستقيل. طبعا يعني مش قادر حتى دلوقتي أسمع اسم الدكتور البلدي. أحب أقول إن مع إن كل اللي بيحصل برضه للأخبار في الوقت الحالي والكنايس ده كمان اتكتر علينا إحنا ندفعه ونستحق، ولكنه هيبقى ثمن قليل جدا جدا لمستقبل من بلد في ظل حماية ربنا يسوع للبلد. أكيد ربنا يكون معاكم وربنا يطمنا عليكم. أنا بس عايزة أقول يعني إن هو مش تمن ومش ضريبة، يمكن هي على قد ما هي اتقال كده وهبة لكم يعني، فهي هبة من عند ربنا، لأن هي قصادها بيبقى أكاليل كتيرة قوي عند ربنا وقصادها مجد تاني خالص عند ربنا. الحقيقة انا الحقيقة هو استاذ وجيه معانا، بس انا عايزة اقول على حاجة بالنسبة للدكتور البرادعي. النهاردة يمكن كان في مداخلة الاستاذ عادل حمودة في احدى القنوات الفضائية، وكان بيقول ان هو بينشر حاليا في الفجر نشر من 10 ايام والجريدة اللي هو ماسكها يعني، وهينشر برضو بكرة فيها كمالة القصة أو كمالة المواقف بتاعة البرادعي. هو الحقيقة الدكتور البرادعي اتضح ان هي مش موقف بس، ان هو قدم استقالة في وقت حرج جدا، وقت حتى هيخلي زي ما فعلا التصريحات الأمريكية ابتدت تطلع دلوقتي والتصريحات بتاعة الاتحاد الأوروبي مطلعين تصريحات ويقولوا احنا قلنا لكم ان ده لو عملتوا كده ان البرادعي هيستقيل، وكأنها كانت اتفاقية يعني مع الناس دي ان لو حصل كده هو يقدم استقالة. بس هو الحقيقة سرد امور كتيرة جدا غير تقديم الاستقالة. سرد من اول ان هو كان بيطالب بزيادة مرتبه بطريقة غريبة جدا، طالب قال ان هو كان بيقابل الوفود الاجنبية، كان بيصمم ان يقعد معها لوحده، مفيش اي صحفيين معاهم، مفيش اي افراد تانيين، مع ان الحاجات اللي زي دي كان مفروض بيبقى فيها اكتر من طرف، مش هو لوحده. كان بيصمم ان هو يقعد معاهم لوحده. قال الحقيقة حاجات كتيرة قوي ممكن حضرتك ترجعوا لها على الموقع بتاع جريدة الفجر من حوالي كده 10 ايام، وهو هيكملها مفروض في الجريدة اللي نازلة زمانها نزلت يعني في مصر اوريدي دلوقتي، فممكن حضرتك تشوفوها على السايت لان فيها تفاصيل كتير. طب اخد استاذ وجيه عشان هو رجع معانا تاني. استاذ وجيه اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه ازيكم في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. انا مش هطول معاكم في البرنامج، انا عندي ثلاث نقط بس عاوز اشرحهم. اتفضل. مهمين. الاحداث اللي حصلت في مصر النهارده اللي فات الاعتصام، واضح ان هم كان عندهم خطه اللي بعد ما يفض الاعتصام هيبداوا يعتدوا على الكنائس وطبعا مراكز الشرطه. تمام. دلوقتي بقى المهم جدا حماية مراكز الشرطة وحماية الكنائس. يعني بقى في أكتر تدابير دلوقتي، ممكن يكون في أبواب من السلك حوالين الأماكن دي كلها، أماكن الكنائس، يعني يبقى في احتياطات علشان ما يعني يبقى في حاجات ممكن تقدر تساهم اللي هي تمنع الحاجات دي اللي هي تحصل تاني. يعني الاعتداءات دي يعني ممكن بردك يكون في ناس بردك تبقى تراقب يعني في المنطقة اللي هم فيها الكنائس أو المنطقة اللي فيها مراكز الشرطة، يبقى في ناس تراقب الحاجات دي وتراقب المنطقة، ويبقى طبعا في نمرة يتصلوا بيها سريعا عشان يقدروا يبلغوا لو في حد مشتبه فيه ماشي في المنطقة دي هيعمل حاجة. يبقى يعني المواطنين يبقى عندهم ازاي يتصرفوا بسرعة وينقذوا الموقف. مهم لما يتصلوا حد يروح لهم. نيافة الأنبا مكاريوس كان بيقول ان هما كانوا بيتصلوا محدش بيجي لهم. ايوه كذا. يا ريت المسؤولين في الحكومة ويعملوا اكتر تدابير لحماية الكنائس، اماكن العبادة ومراكز الشرطة. علشان دي دلوقتي المستهدفة. هما دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيستهدفوا اماكن مراكز الشرطه وبيستهدفوا اماكن العباده الكنائس. تمام. فلازم دلوقتي يبقى في اكثر تدبير لحمايه الكنائس، يبقى في يعني تدابير جامده، ناس تبقى يعني ناس تحرس المنطقه، حتى يبقى في حتى المنطقه الشعبيه الناس يبقى في حمايه شعبيه كمان.
لهذه المناطق اللي فيها الكنائس يعني اكتر يبقى في تدابير جامده في تدابير جامده. اتوقع ان شاء الله اكيد الكلام ده هيحصل الايام اللي جايه. يمكن الكلام ده كله حصل النهارده فجاه ما كانش متوقع بالنسبه للناس لان الناس ما كانتش عارفه ميعاد فض الاعتصام. مفروض ان الميعاد كان معروف للشرطه ومعروف للجيش فكان مفروض ان هم ينشروا الامن بطريقه معينه مش يعتمدوا على لجان شعبيه لان الناس اوريدي ما كانتش تعرف ان الاعتصام هيبتدي الفض بتاعه النهارده. لكن طبعا انا مع حضرتك ان هي حاجه ممنهجه ان وقت فض الاعتصام نبتدي حرق كنايس نبتدي هجوم على الاقسام الخطط والخطط البديله يعني بالظبط بلان ايه بلان بي كده بالظبط كده خطط كلها موضوع يعني من التنظيم الدولي كمان يعني حتى طبعا. مش من الموضوع طبعا. من القيادات الداخليه. اتفضل يا استاذ وليد. حتى يحطوا اسلاك شائكه بردك على البوابات الحديد عشان محدش يقدر يطلع من فوق ويحاول يعمل حاجه يبقى في اكتر احتياطات وتدبيرات عشان يقدروا يحموا الاماكن دي عشان هي دي المستهدفه دلوقتي. فلازم الدوله تعمل كل الاحتياطات لهذه يعني لأي حادث يحصل. شكرا لك. نتمنى كده. أشكر حضرتك. شكرا. أنا عندي كم تعليق كده سريع يعني هبدأ بالبرادعي لأن حضرتك كنت بدأت الكلام عنه. أنا هنا من 3 يوليو أو 4 يوليو الحلقة اللي اتعمل بعد 3 يوليو لما عرفت أنه قبل منصب نائب رئيس الجمهورية أنا قلت القرار ده غلط وهو مفروض يفضل مع المجموعة الليبرالية ضمهم على بعض بحيث يبقوا مع بعض مع يعني المعارضة المفروض تعارض مش في الحكم لأن الحقيقة هو حب يطبق مفاهيم بطريقة يعني آسف إن أنا أقول كده مفاهيم بطريقة عوجة يعني اللي اتكلم عن حقوق الانسان وحرمه الدم لفض الاعتصامين ورفضهم مهدد بالاستقاله ما فتحش بقه خالص على جميع الاعتداءات اللي حصلت في مصر وبالذات على المسيحيين كرد فعل من الاخوان والاسلاميين على تأييد الجيش. هو مشكله زي ما مشكله قريه بني احمد الشرقيه كانت ايه ده خناقه على اوبريت تسلم الايادي اوبريت بيمدح الجيش قال له لا ما تشغلوش لا اشغله لا الجيش عمل صح لا ما عملش صح لا ما هو ده هو جه كده فقامت اتحرقت البيوت واللي ضرب بالرصاص اتضرب واللي بالخرطوش اتضرب واللي عاش عاش واللي مات مات قبلها في الاقصر اخ اسمه امين الله يرحمه ممثل حركه التمرد خد هو وكل اهل البلد واتحرقت بيتهم واتقتلوا جوه بيوتهم ومحدش اتحرك وهو ما نطقش ولا كلمه. طب يبقى دي بيطبق مبادئ غلط فهل دي مبادئ ولا في مبادئ معينه؟ وانا عشان كده بقول بطريقه عوجه في عوج في التطبيق في يعني في حول في التطبيق ولا في الفكر يعني انا يعني ما اقدرش اقول في الفكر يعني لاني ما دخلتش جواه وما حورتوش او ما اتكلمتش معاه شخصيا لكن المفاهيم في معيارين في الكلام. التأجيل اللي حصل ده كله يعني الحقيقه بعد ما قامت الثوره في 30 يونيو حصل نوع من الصدمه للإسلاميين لما شافوا الأعداد الخرافية اللي طلعت دي الفوتوشوب ما هي بقى ما يقولوا اللي يقولوا لكن يعني اللي حصل داخل البلاد حتى إن الناس قال لك لا ده فعلا الشعب كله مش طايق. الانتظار لمدة ما يقرب دلوقتي من 45 يوم من 6 أسابيع لفض هذا الاعتصام أدى لأن بدأ التنظيم الدولي يرتب أوراقه بدأ يكلم خلاياه اللي هنا واللي هنا بدأ يدوله فرصة وده اللي حصل. يعني أنا أعتقد لو كان الاعتصام اتفض تاني أو تالت يوم التفويض بتاع الجيش في 26 يوليو أو مباشرة بعد 3 يوليو ما كنا شفنا البلاوي اللي حصلت دي لأن الناس كانت المسؤول هيروح ينفذ كان هيكش يعمل حاجه.
لانه شايف الناس كلها واقفه مش قابله الكلام، مش قابله ولا كلمه ولا عايزه طايقه سيرتهم. زائد بقى انه ادى فرصه القناه مغرضه وقناه يعني منحطه زي قناه الجزيره ان هي تعيد صياغه تفكير البعض وتعيد مسليدة، تعيد تضليل البعض الآخر داخل المجتمع المصري. ده في قناة بتشتغل 24 ساعة موجهة لمصر بس، بتتكلم عن أحداث مصر بس، اسمها الجزيرة مباشر مصر. فطبعا المشكلة بقى الخطيرة، مدام يعني أنا نقلت على تاني نقطة النهاردة، السي ان ان نقل أخبار بالجزيرة، ودي يمكن رسالة أنا بوجهها للإعلام داخل مصر وأيضا الإعلام في أمريكا وفي الغرب، الإعلام المسيحي وغير المسيحي، يجب أن تكون هناك قناة قوية على مستوى الفني والاحترافي والتمويلي زي قناة الجزيرة، وتبقى متاحة بالمجان بحيث اللي عايز الأخبار يعرف يجيبها. يعني أنا لو دخلت على أي قناة بصورة عايز أخد بث مباشر، نادرا ما بلاقي حاجة من القنوات الكبيرة مباشر، يعني اللي بتفرج عليه في التلفزيون ألاقيه على النت. لا، ما بلاقيش كده. القناة الوحيدة اللي متاحة بالطريقة دي الجزيرة. فإحنا محتاجين دي علشان سواء بالعربي أو بالإنجليزي تبقى متاحة يعني بالمجان، يقدر ياخد عنها القنوات وتبقى مصدر للمصداقية. أنا برشح يعني بعيد كلام كان قال دكتور محفوظ أول امبارح اكشوالي، برشح اون تي في سي بي سي، هذه القنوات الكبيرة اللي تقدر تعمل حاجة والعملية مش هتبقى صعبة عليها قوي. انا كمان بقول على القنوات، يعني عندنا بالعربي عشرات المقالات وعشرات الفيديوهات، انا بتكلم القنوات واحنا واحدة منها، القنوات المسيحية اللي في امريكا، انها تحاول توصل رسائل باللغة الانجليزية. أيوة. للقنوات المختلفة هنا، وتخليها متاحة بالمجان علشان يشوفوا ايه اللي حصل وايه الحقيقة اللي موجودة في مصر، بدل ما ياخدوها بطريقة مشوهة ويحصل تضليل المجتمع الغربي وخصوصا المجتمع الامريكي. انا يعني انا عايزه اخد مع في ست مكالمات، بس عايزه اقول حاجه سريعه يا استاذ شكري. حضرتك بتقول شفت في سي ان ان واخده من حاجه من الجزيره، والجزيره معلوماتها مضلله او مضلله، يعني مضلله بالاهم. يعني الحقيقه اللي انا بس عايزه اقوله ان ده مش عجز عن توفير المعلومة الصح، او مش عجز عن الحصول عن المجموعة الصح فقط، لا، ده تواطؤ لتقديم نفس الفكر. كلنا عرفنا وشفنا اتجاه السي ان ان الفترة اللي فاتت، وكلنا عرفنا التمويل اللي بيتم لمعظم القنوات الامريكية هنا او القنوات الغربية عموما، والجرائد او المجلات اللي دفع فيها يعني ملايين مليارات او مليارات الدولارات لمجرد توصيل فكر غلط او معلومات مشوهه. فاعتقد ان الحاجه حتى العاديه اللي كانت واضحه لرؤيه العيان، مش عايزه حد يجيبها، مش عايزه حد يعرفها كمعلومه، هما ما كانوش بيرضوا ان هما ينظروا لها، مع انهم بيبقوا شايفينها عشان هما مش عايزين يصدقوا، عشان هما مش عايزين يشوفوها. بس سي ان ان ما يقرب من نصها ملك السعودية وبعض الدول الخليجية. بالظبط. فهي دي مشكلة كبيرة. بس أنا فعلا أنا النهاردة قبل ما أجي على طول كان في فيلم صغير كده، فيديو كليب صغير بيتعرض على أون تي في، الحقيقة أكتر من رائع، تلخيص للسنة اللي فاتت دي كلها، مسمينها السنة الضائعة، سنة ضائعة من عمر مصر. تلخيص للسنة اللي فاتت دي كلها بالتوثيق وبالصور وبالحتت أقوال صوت وصورة، منتهى الجمال. للأسف ما لقيتوش مترجم حتى، كان وأنا قاعدة كده قلت طب حاجة زي دي وقناة عندها إمكانيات، طب ما يترجموها،
يعني ان شاء الله على الشاشه بالظبط. فيلم قايم جدا وجامع شامل جدا، ايه المانع ان هو يترجم بحيث يبقى بالمره للفكره الغربيه نفس الوسيله اللي هما بيستخدموها على الاقل. طب انا هبتدي اخد المكالمات ولو اخدهم ورا بعض عشان نقدر نلحق ان احنا نرد عليهم عشان وقتنا. معايا الدكتوره شهيره. اهلا وسهلا دكتوره شهيره، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره. مع كل المظاهرات اللي خرجت في مصر وتضامن المصريين كلهم من حق من أجل البلد، بعد ما الأمور الحالية تهدى شوية متهيألي مفروض كل الأقباط 18 مليون إذا كان هيخرجوا بالنسبة بتاع الثلث اللي خرجوا في 26 يوليو ومعاهم أصحابهم اللي هم الإخوة المسلمين اللي هم عارفين أن مصر لن يقوم لها قيمة ولا لها حضارة، هتقوم طول الأقباط بيضطهدوا وربنا مش هيسمح لهم، يقوموا بمظاهرات ضد الخطاب الديني، لأن حتى الشيخ الأزهر ما يقدرش يقول حاجة في حق الأقباط علشان ما يعاديش المسلمين. وكل المعلقين السياسيين والمحطات الفضائية على قد كل الكلام اللي بيعملوه ضد السياسة عمرهم ما تكلموا كلمة بقيمة في حق الأقباط. يمكن يذكروا ان الاقباط بيضطهدوا، يمكن يذكروا، لكن عمرهم ما بيتحمسوا في حق الاقباط علشان خايفين من التيارات الدينيه اللي بتتحرك بقلوب ميته وبجهل. اللي بيحركهم هم الشيوخ اللي بيقبضوا من التاكسز اللي بيدفعوها كل المصريين. فوزاره الاوقاف والشيخ الطيب مفروض تقوم مظاهرات تخلي الحكومة نمرة واحد تحط الكنيسة كمؤسسة لازم تتحمى، مش يحط لها راجل بيشرب شاي ومعهوش غير بومبة ولا مدفع مية. الحاجة الثانية المظاهرات تطالب ان كل الشيوخ اللي بتتكلم في الجوامع يتحاسبوا عن اللي بيقولوه ويتسجل اللي بيقولوه ويوجهوهم، لان كل مره بتطلع همه ضد الكنيسه بتبقى متحركه من شيخ جاهل بيحرك ناس سهله ويقول لهم لكوا السماء في حرق الكنائس واغتصاب املاك المسيحيين. فلازم تقوم ثورات او من الاقباط بالملايين زي ما خرجت تنادي ان اتس تايم ان الشيوخ دي تتحاكم والكنايس تتحمى ويبقى لنا صوت زي ما لنا صوت بنحمي مصر بنحمي الكنيسه. تمام، حلو خالص يا دكتور شهيرة، ونتمنى يا رب ان هم يعرفوا ان هم يفرزوا الغس من السمين يعني، او يطلعوا كل الشيوخ اللي كانت بتقوم بالاعمال اللي زي دي بعد كده. أمين. طب اخد مين معايا تاني؟ بنت الرب، اهلا وسهلا بحضرتك. بنت الرب اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا شكري طول الليل قاعده لحد 5 الصبح عشان اشوف احداث مصر. وانا كمان صدقيني، وانا كمان بس لغايه الصبح بقى كملت على الشغل. حزينه حزن الدنيا على غير صوت مصر. انا عايزه اقول كلمه يا استاذ شكري. اتفضلي. بص، هما طبيعه الاسلاميين الارهابيين بيحبوا اي حته قاعدين فيها يحتلوها. زي ما جم زمان واحتلوا مصر واحنا اصحاب البلد، ها هي غلطتنا من الاول ان احنا سمحنا لهم يقعدوا في البلد، هي غلطتنا واحنا بندفع ثمنها. وبعدين عايز اقول حاجه، اتفضل. البابا توادو اسمه حبايب ايطاليا، البابا الفاتيكان يعمل ايه؟ يطلب بحمايه الفاتيكان؟ لا، حتى لو يقبل، حتى لو الفاتيكان عنده استعداد يحمينا احنا مش موافقين. لا، البابا لا يمكن يطلب كده دلوقتي. يا ميري
انت ما تقدرش شغل. دلوقتي الجيش والشرطه مشغولين في الهم الثاني، الكنائس عايزه حد يقف يحافظ عليها. يحافظ عليها الجيش والشرطة والشعب المصري، مسيحيين ومسلمين مع بعض. الشعب المصري من غير سلاح، صدقيني الشعب كمان اللي أسقط يعني أشر العتاة، أو يعني أسقط من لم يكن العالم منتظر في يوم من الأيام إن هم يسقطوا بهذه السهولة، قدر إن هو يسقطهم. فيعني احنا واثقين ان الشعب المصري هو الوحيد القادر على حمايته، ولا يمكن احنا كقباط بالعكس. ده دي النقطه اللي كان قداسه البابا شنوده بيقف فيها ضد يمكن كل الاصوات اللي بتطلع وضد كل الكلام اللي بيتقال، ولا يمكن يسمح باي تدخل اجنبي داخل مصر. اتفضل. ده مش اجنبي، ده بابا الفاتيكان. بالنسبه لمصر هي دوله مختلفه عن الدوله، ما احنا مش بنتكلم على حاجة حكم ديني او كده. يبقى احنا بنقول ان بتوع الاخوان من حقهم يروحوا يجيبوا بتوع حماس، ما هم الذراع بتاعة الاخوان اللي موجودة هناك، يحاربوا معاهم. ماري ما هم بتوع حماس اللي هم في البلد. احنا مش قابلين الوضع ده اختي، احنا مش قابلينه، ونرجو ان هذا الامر ينتهي وتبقى مصر خالصة للمصريين. بصرف النظر بقى عن مسيحي مسلم غني فقير حضري فلاح عايش في عشوائيات عايش في قصر، تبقى مصر خالصة للمصريين وكل واحد ياخد حقه. ده اللي احنا بنبحث عنه وده اللي احنا عايزينه. لو كل واحد استقوى بواحد تاني، ان نفع حتى ونفع البلد تخرب. بالظبط. طب عايز اقول حاجة تاني. اتفضلي. اتفضلي. دلوقتي عايزين. طيب بالنسبة للدكتور البرادع، انا على فكرة البرادع اخواني وما كانش عايز من الاول يفض الاعتصام اخواني. وبعدين عايز اقول حاجة سامعينك حضرتك كملي. الو كنت أقول إيه منسيب. معلش خلاص. عموما احنا يعني في انتظار حضرتك بقى في يعني برنامج تاني او كده، لان هو وقتنا خلص مش قادره اقول لها حاجه بس ان هي تحط رجائها في السيد المسيح وفي ربنا وتصلي من اجل مصر والبلد هتبقى جميله قريب جدا. فكر. اتفضل. ربنا مش هيسيب مصر، لانه جه وباركها وزمنها العدل هيهبط من الارهاب. طبعا مظبوط مظبوط. وراحت مصر هي قادره انها تحمي مصر من الارهاب. كلام جميل. انا افتكرت الكلمه اللي كنت هقولها. اتفضلي. ليا اصحاب هنا فلسطينيين، ها؟ ايوه. بيقولوا لي الدور الجاي على قطر، صدقني بيكرهوا قطر كلهم، بيكرهوا السعوديه كل العالم، بيقولوا لي الدور الجاي على قطر والسعوديه. بيقول الكلام ده يعلم الله يا استاذ شوقي. هو كلام حضرتك مظبوط، لا وكلامهم مظبوط بدرجه كبيره، لان عاده الارهاب ياكل صانعيه زي ما حصل مع السادات وزي ما حصل مع مبارك ومع غيره. كل دولة بتأوي الإرهاب أو ترعى الفكر الإرهابي أو تسمح بانتشاره بيجي من القادة اللي سامحوا بيه بيدوقوا ناره. يعني تفضل. تفضل. عايزة أقول حاجة. تفضل. بيحكولي على قطر والسعودية دول شوية جلاليب وشوية نعيب. لا هم ناس محترمين يعني. وهم يعني اخواتنا في العروبة ونحترمهم بصرف النظر عن شغلهم او عملهم. يعني انا اشكر حضرتك خالص لمداخلتك. يعني احنا عموما تعودنا ان احنا ما نتمناش عمرنا اي شر لاي حد، ولا نتمنى لاي بلد من البلاد حتى لو كانت هي السبب في اللي احنا فيه ده ان هي تنال النصيب بتاعنا او تنال الحاجة اللي احنا بنعيشها. بس من
من التاريخ عموما ومن كتابنا المقدس اللي بيحكي لنا تعاقب الممالك ورا بعضها، بنلاقي ان كل مملكه بتيجي بتبقى شرسه، بتيجي المملكه اللي بتبقى اقوى منها بعدها اللي تهدها وتوقعها وتستولي على كل الحاجات بتاعتها وتذلها. يعني هي دايما القاعدة بتاعت الحياة كده، ان دايما فوق العالي عاليا، لكن اللي مطمنا ان الاعلى فوقهما يلاحظ. يعني هاخد استاذ ايهاب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايهاب، اتفضل. الو. ايوه مساء الخير يا مدام ميري. مساء الخير يا استاذ. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيكم وربنا يعوضكم خير. انا يعني بعجاله كده اقول كم نقطه سريعه. اتفضل. اول حاجه بالنسبه يمكن بالنسبه لموضوع قصف الاعصام، ما اعرفش في صدى صوت عندي، معلش. موضوع ايه؟ سوري، موضوع ايه؟ انا ما سمعتش. فضل اعتصام. فضل اعتصام. اتفضل. بالنسبه لموضوع فضل الاعتصام، يمكن انا كنت على احد القنوات من يومين ثلاثه قلت وحذرت من الاداره المصريه موضوع فضل الاعتصام ده، ما ينفعش ان احنا بفضل الاعتصام ونسيبهم يمشوا، لان دول ناس المفروض ما هواش اعتصام سلمي، ده دي المفروض ان هي بؤره ارهابيه. المفروض يتم كان تم القبض على الناس دي وتم محاكمتها لانها معاها اسلحه يمكن تفوق اسلحه الداخليه، معاها اسلحه مضاده للطيارات، مضاده للدبابات واربجي واسلحه، يعني مش المفروض ان هم يكون معاهم هذه الاسلحه. بعد كده نيجي نفض الاعتصام ونسيبهم يمشوا بهذه الاسلحه، وقلت بنفس يمكن النقص كده ان دول هيروحوا هيمشوا من الاعتصام هينتشروا في بقاع مصر وهيعملوا مشاكل وهيفجروا منشآت حيويه وهيموتوا في ناس، وفعلا يعني حصل. فانا كنت اتمنى من الاداره المصريه ان هم ان هي تقبض على العالم دي وتحاكمها وتقدمها لمحاكمه عادله، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي نفسي اتكلم برضو فيها بسرعه نقطة البرادعي. البرادعي يعني الله يسامحه ورث مصر. أولا كانت الخارطة بتاع الطريق بتاع القوات المسلحة كانت المفروض إن إحنا هنمشي على دستور 71، وهو أفضل كتير من الدستور اللي هو عملوه النظام مرسي والإخوان. لكن للأسف البرادعي هو اللي قال لا هنمشي على الدستور الأخير اللي هو عملوا موت، وبالتالي وضع البلد في حزب، وهنبقى بقى يعني ممكن الدستور يطلع ناس يعجبها الدستور ناس ما يعجبهاش الدستور، والبلد يعني في حالة ما تستحملش الانشقاقات تاني، ما تستحملش دوشة تاني، وما تستحملش خلافات تاني وحاجات زي كده. فالله يسامحه على اللي عمله في النقطه دي. وبرضه نقطه اللي هو موضوع الاستقاله بتاعته اللي عملها دي طبعا بتظهر ان هو اخوان دي حتى النخاع، وان هو كان في اتفاقيه بينه وبين الاخوان والسلفيين، والدليل على كده ان السلفيين كانوا بيرفضوه وده تمويه سياسي، لكن دي كلها حركات مفهومه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه اللي عاوز اتكلم فيها يعني بعجاله سريعه، يمكن كان كابتن فريق السيسي نوه عنها، قال ان يعني اصلاح مصر يبدا بالتعليم. وانا بناشد سيادي الشيخ الازهر وبقول له بساله سؤال، ليه يا فضيله الشيخ الازهر 99.9 من القيادات السلفيه والاخوانيه من خريجي الازهر؟ هنا لازم في يعني علامة استفهام كبيرة. هنا اعتقد ان مناهج الازهر محتاجة تنقية، دي حاجة. الحاجة الثانية عشان اتكلم بصراحة شديدة، طول ما في جامعة تاخد مسيحي تاخد مسلم وما تاخدش مسيحي، عمر مصر ما هتكون مدنية اطلاقا، والا يبقى احنا كده بنضحك على نفسينا، علما بان جامعات الازهر بتمول من ميزانية الدولة، وميزانية الدولة دي بتمول من دافعي الضرائب اللي هم المسيحيين والمسلمين. فاحنا نخشى يعني ازاي الازهر اللي هو بيبان ان هو بيدافع عن مدنية الدولة يقبل بهذه
سياسات مدارس تدخلها المسلم ما يدخلهاش المسيحي، معاهد أزهرية يدخلها المسلم ما يدخلهاش المسيحي، جامعات يدخلها المسلم ما يدخلهاش المسيحي. وأمات ما هو اللي جاب فكرة إن ماليزي يحكمني مسلم ولا مصري مسيحي، ما هو جابها منين؟ ما هو اللي بدأها هو هنا الأزهر، وده انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. المفروض يبقى في مساواة على الكل وفي عدالة على الكل، وكل جامعة مفيش حاجة اسمها جامعة تقبل مسيحي وما تقبلش مسلم، أو العكس، أو جامعة تقبل مسلم وما تقبلش مسيحي، أو مدرسة تقبل مسلم وما تقبلش مسيحي، أمال فين المواصلة؟ أوكي. بشكر حضرتك يا استاذ ايهاب، انا اسفه عشان الحق اخد الباقيين، وبعد كده هنعلق على مداخله حضرتك. مين معايا؟ دكتور لطيف. دكتور لطيف اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. سلام ونعمه المسيح. سلام ونعمه، اهلا وسهلا بحضرتك. انا عندي ثلاث نقاط. النقطه الاولى يا استاذ شكري، من ساعه او ساعه ونص حضرتك وصفت حلال نفسيا الإرهابيين في مصر إزاي إن هم مختلين عقليا ونفسيا. خدنا من فضلة من أخ تانكو سيرفس تحليلك كان أكثر من رائع وأكثر من ضعف. دي شهادة أعتز بيها. لا بقولها مبسوط، يعني أنا كبروفيشنال تانكو سيرفس تحليلك كان رائع. النقطة الثانية اللي حضرتك قلتها إن هم ما بيحبوش حد، بدليل ان قادرين يقبلوا اي ثقافه وحضاره غير حضاره الابن وبول الابن والحاجات دي كلها، مش قادرين. فاشكرك على التحليل الرائع. النقطه الثانيه، اللي بقالي مده مستني يوم يوم فين، بس الاخت بنت الرب، وانا كنت هقول عكس المثال، احنا كمسيحيين دلوقتي وبعد صدع الراجل او بعد الصدع اللي كان بين المسلمين والمسيحيين، اشكر من كل قلبي الاخوان المسلمين اللي وحدوا بين قلوب الاعضاء المسيحيين وبين بقيه المسلمين المعتدلين الكويسين اللي طول عمرنا مع بعض. اول شيء، لم في رأيي المتواضع لم تتقاعس الشرطة عن حماية الكنائس، ولا تبدأ بقدر من دول جماعة أبجيين اللي كانوا بيعملوا وانتظروا الحرب. والنهاردة للأسف مركز كرنافة واللي وقيل إن ماتوا سبعة ضباط تانيين أو سبعة جنود، ما هم الشرطة نفسها يموت منهم. إحنا كمان حيين، خلينا نصبر لحد ما الأطراف تعدي، وحذائي إن إحنا نتكلم لا على الشرطة ولا على كيف، أو على 90% أو 95% من المسلمين الحلوين اللي كانوا بيصطادوا في ميدان التحرير مع الشيخ معاذ الدين. فمش عارف، we do not want to alienate them، لأني إحنا عايزين النتيجة الواحد يكون ويستمر. فأرجو إن إحنا لا نشتكي not to complain ولا نوجه كلمات الناس لدرجة المسلمين، يعني نتحدث قبل السابق الوقت بنت الرب تقول لي غلطتنا كان محيطا معاهم من زمان، طبعا يعني أنا أعتقد كان ممكن كثير من المسلمين بالمسيح لو احنا مسيحيين من زمان اظهرنا محبتنا ليهم وعرفناهم الاله اللي احنا بنعبده الاله المحب. وشد لحظه، النقطه الثالثه بقى انت عايز تتكلم فيها برضو عن البلاغه. اي واحد وافرج انتليجنس، يعني مش لازم يكون جينيوس، ويبص سنتين ونص اللي فات، والاستاذ الدكتور البروفيسور البرادعي اللي كتب على العالم وقال في نوويه وكيماويه في العراق عشان يبدي نار امريكا. وكيف بس لما استرجع 25 يناير 2015 كيف؟ انا عايز اشوف ايه
جدا. والله الصباحي اللي ساب مصر قبل يومين قبل يوم 30 وراح تونس اللي ما عملش حاجه قبل ما تذكر. وانا اعتقد ان وجود البرادر كان لعنه لمصر اكثر من انه بركه. وانا مين على ربنا اشكر ربنا، ولكن هو انسان غير امين واقول هذا على مسؤوليه ليست مسؤوليه القناه، ان هو انسان مخالف لاني النهارده بيقول بكل كذب وقاحه البرادعي ان كان في نقص الميديا كان ممكن تستنفذ، كان في اكثر من طريق سلمي ولكن احنا ما استفدناش. ده مقطوع في الاستقاله اللي قالها النهارده مساعدها على سكاي نيوز. ايه الدكتور السلمي؟ اذا كان الشعب مال وصبر ونفل من الجيش ومن الشرطه ما عملوش حاجه، وبعدين لما بيعملوا دلوقتي يقول ان كان الدكتور السلمي، خلينا نترك ان كان في واحد اسمه بنادم. ومن ضمن الحاجات اللي تخلفها وانت اللي خلفها ان هو فكره متخلفه ان احنا نفتح دستور الارهابيين. هو لو كان في حاجه كان كنا خلينا الارهابيين والاخوان دول الحكومه الله. اشكركم وراجل شكرا جزيلا. لا شكرا مرسي لمداخله حضرتك. طب ناخد استاذ خليل وبعد كده نعلق على المكالمات. استاذ خليل اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كم نقطه بسرعه. اتفضل اتفضل. اول حاجه احنا كان عندنا استعداد كمسيحيين ندفع فاتوره اكبر من كده بس دول يمشوا صح. بس ايه سوري؟ كان عندنا استعداد ندفع فاتوره اكبر من اللي بندفعها. ايوه. في سبيل ان النظام بيمشي. ايوه تمام. مباني الكنائس مفيش مشاكل، كله بيبنى كنائس تمام. تروح المباني بس اهم حاجه ان كنيسه الرب اللي هي جسده وعذاب الجحيم ينطبقوا عليها تمام. ده اللي مكتوب على مباني الطريق انهم ضمها هكذا كما انتهضهم انهم نوم وجسد، ما نقلقش من الامر ده تمام. النقطه الثانيه اللي شاركت مع حضرتك البرادعي كل البرادعي هو اللي عمله ده مش جديد، هو هرب من مصر اثناء الانتخابات. انا اعتقد انه ده اسلوب هو متعود عليه او حضرتك كده. اما هروب الامن المسؤوليه اعتقد انه لم يكن راضيا عن المنصب الذي شغله واعتبره منصب اقل. وهروب نجم الفريق الاول تحت السيسي اعطاه انطباع انه ليس في الشاشه الاول. انا اعتقد ده تحديد من جد اللي بيعمله ده، يعني كان المفروض ان هو ما يكسبش البلدين دلوقتي، لكن هو اظهر الوجه الثاني ليه او الوجه الاساسي ليه يعني في وقت الناس كانت محتاجاه. واللي شغلنا دلوقتي المستقبل مش اكتر تمام. يعني هل هتستمر سياسه الدوله ان احنا اللي ندفع فقط، ولا نظره هنبقى مفروض بينا على طول كده مش هنبقى فاعلين ابدا ولا لينا قرار ولا لنا. هو ده اللي اي مسيحي واي واحد عاش في مصر وعارف ايه المشكله بالظبط. اشكرك. شكرا جزيلا. اشكر حضرتك على مداخلتك. استاذ شكري هسيب حضرتك تعلق وبعدين عندي كم تعليق على كم نقطه اللي اتقال. لو حضرتك تحب تقول حاجه. يعني تعليقي بسيط. الحقيقه الضريبه اللي اتدفعت النهارده بس من المصريين وخصوصا الاقباط ضريبه باهظه الثمن، سواء في الاعتداء على اقسام او على مباني حكوميه، و مش محتاجين ندعو الجيش والشرطه لحمايه هذه المنشات. طبعا بالتاكيد هم عندهم خطط ومش احنا اللي هنقول لهم يعملوا ايه. فانا ارجو ويعني بناشد الفريق اول عبد الفتاح السيسي وكل القيادات الجيش والداخليه ان يبقى في تحرك سريع لحمايه الدوله، لان لو استمر الحال بهذه الطريقه سيعطي انطباعا للعالم الخارجي ان هناك انهيار للدوله وان مصر اصبحت دوله فاشله. ف
فنرجو ان هذا المسلسل من الحرق والتحطيم يعني الحقيقة انا توقعت ان موضوع الحرق ده يبقى توقف مع نهاية اليوم ومع وجود حظر التجول، لكن رغم وجود حظر التجول اتحرقت بعض اماكن زي دير المحرق. لا دير المحرق وفي القصية شغالين والقصية. فمعنى كده ان رغم وجود حظر تجول لكن الدولة لا تحكم سيطرتها على أراضيها. والمنيا على فكرة بالمناسبة، المنيا قبل ما يعني قبل ما أجي كان في مداخلة من حد في المنيا بيقول إن آخر كنيسة متبقية يعني لأي طائفة من الطوائف، يعني كان في توجه إن هما رايحين في الطريق ليها دلوقتي، كان بعد برضه حظر التجول يعني. والمفروض يعني المفروض ده قانون طوارئ ومفروض حظر تجول ومن زمان وفي أي دولة في العالم. دي إنجلترا لما حصل فيها مشاكل في لندن من كام سنة وعملوا حظر تجول اللي طلع ضربوه بالرصاص. ما أنا قايل ما حدش ينزل. ما ينفعش. فلابد إن هيبة الدولة تعود، ولابد إن سيادة القانون تسود، ولابد إن يكون هناك إرادة سياسية لتفعيل القانون وإرجاع هيبة الدولة. وإذا كان في حد في الحكومة على طريقة البرادع أو غيره مش عاجبه يتفضل يتكل على الله. المرحلة عايزة رجال دولة، عايزة ناس من نوعية جمال عبد الناصر اللي يتخذ القرار ويتحمل تبعاته أيا كانت نتائجه. إنما الإيد المرتعشة اللي ما زلنا بنشوفها عند الببلاوي وغيره لابد إن هي تبقى ايد قوية وتتخذ قرارات قوية وفي مواعيدها، لان القرار المتأخر عادة ما يصيب الدولة في مقتل، وده اللي حصل قبل كده مع مبارك ومع مرسي. القرار المتأخر والفهم البطيء. النقطة الأخيرة بخصوص الكنائس وخصوص ما يحدث لأقباط عموما مش بس كنائس، الإصابات اللي حاصلة، حرق البيوت، حرق المحلات وغيره من الممتلكات. أحب أقول لهم بعض آيات جات في رسالة القديس بطرس الأولى إصحاح 4، وهنقرأ 5 آيات من الآية 12 للآية 16. يقول الوحي الإلهي: أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمرا غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. شكرا. شكرا لحضرتك شكري. انا برضو الحقيقه ليا كام تعليق على بعض المداخلات، يعني بالنسبه هرجع تاني برضو بالنسبه لموضوع الدكتور البرادعي، مش عارفه في علامه استفهام كده حوالين اللي بياخدوا جوائز بعض، مش دايما احنا في كل قاعده ما نقدرش لغه التعميم ان احنا نستخدمها، لكن غريبه شويه موضوع جائزة نوبل اللي هي احنا المسيسة. جائزة نوبل للسلام اللي هي بتمنح من النرويج بالظبط، وانا اسف لمقاطعتك. لا لا اتفضل. هي كانت الاول تابعة للسويد. الحقيقة الجوائز اللي بتتعطي من السويد كلها جوائز محترمة وبتروح لاصحابها، بس مع الاسف كلهم في المجالات العلمية. اللي بتتعطي من النرويج، كان زمان النرويج والسويد دولة واحدة، وبعدين لما النرويج انفصلت وامريكا اللي حررتها بقت جايزة نوبل للسلام اللي بتمنحها النرويج، اللي طلعت من يعني تاريخيا بقت من حساب النرويج هي اللي بتمنحها، بقت جايزة مسيسة.
بالظبط. مش بس البلد احنا عندنا بالظبط بتاعه اليمن، ما انا كنت لسه هقول. اتفضلي. عندنا علامه استفهام على الاشخاص اللي بتاخد جايزه نوبل. اما بقى الرجاء اللي كان موضوع فيه برضه هو عليه علامه استفهام، زي ما على بتوع 6 ابريل عليهم علامات استفهام كبيره قوي، زي ما كان في وقت من الاوقات وائل غنيم عليه علامه استفهام كبيره قوي. كل الشخصيات اللي هي ظهرت فجاه علشان تشجع الفكر بتاع الثوره اللي هي قامت في 25 يناير، في شخصيات معينه ظهرت في الاوقات دهيت او قبلها بحاجه بسيطه عشان تعد عده معينه وتمهد لقيام الثوره. يمكن التاريخ في وقت من الاوقات او يمكن الزمن في وقت من الاوقات يكشف لنا الربط اللي بين الشخصيات دي كلها مع بعضها. يمكن نكتشف حاجات كتيره قوي، ويمكن برضو في المره اللي فاتت يمكن انا قلت لحضرتك يمكن هنكتشف كنيسه القديسين، مين اللي كان وراها ومين اللي عملها وعشان ايه، علشان يلم الاقباط او ياخد اصوات الاقباط من النظام القديم علشان ينضموا للثوره. احتمال هيتكشف حاجات كتيره جدا الفتره اللي جايه. فانا قصدي ان الموضوع بتاع الاستقاله مش مفاجاه. موضوع الانسحاب قبل كده ايام الانتخابات برضو عليه علامه استفهام، هو منين جاي ومنين انسحب، الا لو كان جاي لتحقيق غرض معين عشان ينسحب في وقت معين فتبقى الارض فاضيه وخلاص، بعد ما الناس حطت برضو رجائها على حد معين فجاه تفضل الارض وما يبقاش غير فيها اتنين موجودين، واحد مرفوض تماما لانه من النظام القديم بحسب فكر بعض الناس، واحد مضطرين بعض الناس تانيين ان هم يوافقوا عليه علشان لمجرد ان هو لا ينتمي للنظام القديم ليس الا يعني او عندا في النظام القديم. حتة الدخول والخروج في اوقات معينة دي كلها لو تربطت ببعضها يمكن فيما بعد هترسم لنا صورة لسه اجزائها مش مكتملة يعني، لكن التاريخ قادر ان هو يكشفها. بس دي عموما تعلمنا ان احنا هو عموما البرادعي سيظل شخصيه جدليه الى ان يعني تكشف الاسرار اللي حضرتك بتقوليها. هتكشف ويمكن وقتها قرب جدا ان هي تكشف وليس خفي الا ويعلن يعني. يعني احنا ما كناش نتوقع ان في فتره قليله كده تنكشف كل الخطط اللي بتعد من 10 سنين فاتت فجأة كده تتكشف، والمعاهدات تتكشف وكل حاجات تبتدي تظهر كده. فعلا فعلا ليس خفي إلا ويعلن، بس في الوقت المناسب اللي ربنا محدده أو اللي ربنا هيسمح بيه يعني. الحقيقة أنا برضو عند حتة تقاعس الشرطة دي أنا عارفة أن فيها اختلاف، هو تقاعس ولا هو هي نفسها مش قادرة تحمي قسمها ومش قادرة تحمي نفسها. لكن انا يعني برضو هقول حاجه، انا اعتقد دلوقتي هم نفسهم في بعض الاماكن في اقسامهم هم مش قادرين يحموه لقله وجود سلاح معاهم، لقله الاعداد اللي موجوده حتى جوه القسم، عدد الافراد يعني الموجودين اللي هم يقدروا يقوموا بالحمايه. يمكن كل ده في ضعف امكانيات او ضعف اعداد موجوده، لكن لما هقول ان الكلام ده مش جديد على الاقباط ان هو يحصل، مش جديد ان يبقى في قلق في الاماكن بالذات بتاعه وجه قبلي ان يحصل كل شويه اعتداءات على الاقباط وتهجير ليهم او طردهم من منازلهم او حرقهم، يبقى الموضوع مش بس هما موضوع مش قادرين يحموا، لا موضوع ان ممكن يكون في بعض الشخصيات في بعض الاماكن لبعض او بعض القيادات او بعض الناس ممكن فعلا تكون في بينها وبين الناس دي تواطؤ. نامل ان هو فيما بعد ما يتكررش، زي برضو من يفتن أنبا مكاريوس صرح النهاردة وقال إن في مكالمته مع الببلاوي أو دكتور الببلاوي رئيس الوزراء إن هو وعد إن بإذن ربنا الأمور دي يعني مش هتتكرر إن شاء الله في المستقبل يعني. نأمل إن المستقبل ده يكون قريب ما هوش مستقبل بعيد يعني. حاجة كمان أنا مش عارفة، يمكن بس الحتة بتاعت جامعة الأزهر بتاخد ناس بس يعني في جامعات مسلمين تاخد، انا ما اعتقدش ان في حد مسيحي هيحب ان هو لا، بس هي المبدأ نفسه مرفوض. بس انا يعني مش خاصة، انا اسف لمقاطعتك، ان جامعة الازهر والتعليم الازهري لم يعد فقط مجرد جامعة، لكن ده ايضا هناك الاف المعاهد الازهرية المنتشرة داخل قرى وعزب مصر. بالظبط. عادة بيضطر الطفل المسيحي يسافر له 5-6 كيلو عشان يروح
المدرسة، في حين المسلم بيلاقي جنبه معهد أزهري. بالظبط. طب ما عملوش للمدرسة دي مدرسة عادية حكومية للجميع؟ ما ده نوع من التمييز. ده زائد يعني الحقيقة ده موضوع طويل. موضوع طويل، بس أنا أيضا المناهج تحتاج لمراجعة. تحتاج لمراجعة طبعا. طبعا. دي 100%. بس المهم يعني هرجع أقول المناهج دي هتتجاب منين؟ ما هي أصل هو فكر موجود أو إيمان موجود بشيء معين، فبيتحط فبيطلع المنهج بالطريقة دي غصب عن إرادتهم حتى يعني هناك. بس في ممكن حاجات مشتركة نوصل ليها في الآخر. مزبوط. بس أرجع أقول برضو أن حتى لو حد يعني أنا يعني أتمنى في وقت من الأوقات أن يكون في مدرسة لاهوتية في مصر، مدرسة فيها بتعلم حاجات تانية لكن فيها برضو تعليم لاهوتي مثلا متخصص ممكن، بس ما يبقاش باخد من فلوس الناس كلها وضرائب من الناس كلها واصرف عليها واحدد ان اللي يدخلها فئه معينه او ناس معينه، وما يبقاش اجباري. بالظبط كده. فانا اعتقد هي مشكله المعاهد الازهريه او الازهر عموما، ان كان بيؤخذ من ضرائب او الى اخره اللي الناس كلها بتشترك في دفعها ويصرف على مكان محدد، يمكن هي دي المشكله مع مراجعه المناهج يعني. يعني عموما نتمنى ان ربنا يمد ايديه ويبارك يعني في مصر، وزي ما وعد ان قال مبارك شعبي مصر، ونتمنى ان ربنا يكون موجود ويعمل سريعا او يقوم سريعا يا رب، ويهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس يعني. انا بشكر حضرتك يا استاذ شكري جدا. شكرا على وجودك معايا، كتر خيرك. صلوه حلوه قوي في سفر دانيال في الاصحاح التاسع، لو حضراتكم تقروا الاصحاح كله هيبقى حلو قوي، بس بالتحديد هقرا مع حضراتكم ايتين. واحب بس ان احنا قبل ما يطلع النهايه بتاعه البرنامج، بعد ما اختم كلامي لو في الكنترول استاذنهم لو يحطوا الترنيمه اللي كان نفسي ان احنا نختم بيها. في اصحاح 9 من سفر دانيال بيقول: امل اذنك يا الهي واسمع، افتح عينيك وانظر. وانظر خربنا والمدينه التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. إن كان اسم ربنا دعي على كل واحد فينا، وإن كان اسم ربنا دعي على كنايسنا وهو اللي بيمجد ويبارك كنايسنا، نقدر نقول يا رب ما تتأخرش وتعالى بسرعة وحل بقوتك وحل بمجدك وسد يا رب كل أفواه الشر وسد كل حاجة فيها كل شر. ربنا يطمنا يا رب على كل مصر وعلى كل أهلنا وعلى كل كنايسنا، وما تزعلوش على كنايس حرقت ولا على كنايس هدمت ولا على أي حاجة. النفوس عندنا أغلى، والنفوس عندنا أغلى مش معنى إن هي بس ما تتقتلش، لا، حتى لو اتقتلت لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد كده ليس لهم سلطان، لكن احنا يهمنا خلاص النفوس اكتر ما يهمنا خلاص الاجساد او خلاص المباني او نجاة المباني من اي حريق او من اي تدمير. نشوفكم بكل خير يا رب المرة اللي جاية، ويكون معانا اخبار تكون كلها خير، ويكون كل كلامنا عن مجد ربنا. نشكركم، ربنا معاكم. يا رب اعمل من اجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة اذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة اذنك مصغية، صوتي تناهد شعبك. ادينا يا رب نشوف خلاصك على دوام، حتى لو كان فاتونا النار، حتى لو فعنق البحار، حتى لو كان فاتونا النار، حتى فعمق البحر عاجي عملك يا فوق الخيال. يا رب
اسمك ليس لكوني بارون في عينك لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية إلى صوت تناهد شعبك نترك الجرار عند الأغيار نبشر غبار هزم الموت كسر القيود هزم الموت كسر القيود أمين الأغرب كل انتصار يا رب أعمل من أجل اسمك ليس لكوني بارون في عينك لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية إلى صوت تناهد شعبك ليس لنا ليس لنا يا ربنا عيوننا ارحم شعبك عظيم لطفك ارحم شعبك عظيم لطفك وبنعمة سهل سبلك يا رب أعمل من أجل اسمك ليس لكوني بارون في عينك لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية لتكن عينك مفتوحة أذنك مصغية إلى صوتي تناهد شعبك